السادة الحضور، نرحب بكم. نرحب بالدكتور سعيد العمودي، دكتوراه في المدن الإبداعية، مهتم بنشر الثقافة والإبداع. إن شاء الله راح يقدم اليوم ورشة التفكير الإبداعي. كل التوفيق للدكتور. شكرا لك، يعطيك العافية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا سعيد جدا إخواني خواتي بهذا الحضور الجميل. القضية أنتم جايين من الصباح بدري، والآن الساعة الرابعة وما زلتم في هذه الطاقة الإيجابية الرائعة، فأنا أتمنى تعطون نفسكم تحية. شكرا لكم، وأتمنى تكون هذه الورشة خفيفة عليكم، أتمنى تكون مليئة بالحماس الذي سيبدأ من عندكم، بالفائدة التي ستنطلق من عندكم. فهي ورشة التفكير الإبداعي، وأتمنى تكون مليئة بالإبداع والحيوية. لن أتكلم كثيرا، سأسمع منكم إن شاء الله، وسنحاول أن نلملم الموضوع من خلال النقاشات إذا تيسرت، من خلال ما سترون في الورشة. طيب، حتى تتعرفون علي، وهذا أول تحدي بيني وبينكم. Next. هذا اسمي. أولا من هنا سعيد، واضح أن هذا شخص سعيد. وهنا اللي تذكرون الرياضيات، العمود على سطح بزاوية 90 درجة يسمى إيش؟ العمودي. أنا أعطيتكم أوراق، واللي معه ما معه ورقة يختار أي ورقة. التحدي التالي لكم، كل واحد وكل واحدة فيكم من الحضور والحاضرات يحول اسمه إلى رمز. هذا التحدي اللي خلال 3 دقائق ودي أشوفه من عندكم. أي اسم، الأول أو الثاني، كل واحد لكم 3 دقائق بالضبط يدبر الاسم. أي مثلاً، أحسنت، يا ليت. طيب، اللي انتهى نخلي المصور يعرض علينا لنا في الشاشة. جميل، عرضوا. طيب، بعطيكم الفكرة الثانية الآن. الفكرة الثانية الحين، تعبتكم شيء بسيط، معاكم القطع البلاستيكية صح؟ كل لونين مع بعض، كل لونين يتجمعون مع بعض، يعني قد يضطركم تغيرون أماكنكم رجاء، معليش الرجال أيضا والنساء، التمرين خاص هنا أو زاوية الرجال، تعرفوا على بعض من خلال قطع البزل هذه باللون المتشابه معك فقط. زين، احسنت، شكرا، هذا سر علينا شيء كثير. انا ما شفت احد تحرك، رجاء الاخوات تحركوا، دوروا على اللون المتشابه معاكم وابدوا تعرفوا على بعض، يمكن لكم يومين ما عرفتوا بعض. تعرفوا من خلال الرسمه الموجوده على الورقه. ها؟ كيف؟ لا لا، بس أي، حتى هذه لون، هذه لون أيضا. خلصت البزل، بقى هذه، دوري على وحدة تشارك اللون. ركزوا على اللون، ما لكم علاقة بالشكل. الإخوان اللي ورا، يا ريت كنت تقدمون قليلا حتى أستطيع أن أراكم. الأخوات أيضا نفس القضية، شكرا لكم. طيب، أعطونا الأشكال اللي رسمتوها يا جماعة، وخلوا المصور يراها لكم. طيب الأخوات، مين رسمت أغرب شكل يميز الاسم؟ خذوا المايك لو تكرمتم.
شكل غريب يميز الاسم. الأخت تعاني تعطي المايك اللي هناك الأخوات والأخوان أيضا كذلك. أسمع منكم أخواتي تفضلوا بالصوت، أعطينا الفكرة بالصوت يا جماعة. طيب هذه الصورة الآن جميل، أعطيها المايك أختي، وين اللي صورها المصور؟ طيب هذا الاسم وشو؟ وين المايك؟ سمعينا صوتك أختي، ما نسمع شيء. مين صاحبة الصورة اللي قبل شوي؟ ما نسمع شيء. الاخوان في التقنيه تعطونا الصوت المايك. هي كذا صوره الصوت واطي تماما. طيب هنا الاخت ارفعي صوتك. جميل شكرا لك، الله يعطيك العافيه. الاسم هنا وشو؟ مشكله ما اشوف شيء، فيا ليت ايضا تصورون تحطونه في تويتر ايضا. طيب شكرا لكم، ارجعوا لأماكنكم. الفكرة فقط إن نطلعكم من مود المحاضرات، والآن هذه بدايتنا لموضوع دورتنا التفكير الإبداعي. لابد أن نكون بهالحيوية، ترى كل شوي بقومكم بخلال تمارين مختلفة. طيب موضوع الدورة يا جماعة، الموضوع التقليدي اللي اخترناه للدورة عشان نرضي المنظمين سميناه التفكير الإبداعي، ولكن أنا أخاطب الآن شريحة مهمة جدا، شريحة المعلمات والمعلمين، المحاضرين والمحاضرات، الأعضاء أو أفراد المجتمع عموما. في تحدي كبير جدا أحاول أن أبثه لكم من خلال هذه الورشة القصيرة، وهي عنوانها البقاء على قيد الإبداع. هذا العنوان اللي أحاول أن أبثه لكم هو أن تبقى على قيد الإبداع. في باحث أمريكي اسمه جورج لاند في عام 1968 قام بدراسة عميقة جدا لمعرفة هل الإبداع فطري أم هو عادة أو هو موهبة من المواهب. فجمع 1500 طفل من أنحاء أمريكا، 1600 طفل فجمعهم من أنحاء أمريكا، أعمارهم فقط من 3 سنوات إلى 5 سنوات. أجرى هذه الدراسة العميقة التي أجراها أصلاً على مهندسي ناسا لاكتشاف المبدعين القادرين على حل المشكلات وابتكار الحلول الجديدة. المفاجأة الكبرى أن هؤلاء الأطفال كانت نسبة الإبداع عندهم، وأنا أعيد العمر، عمرهم 3 سنوات إلى 5 سنوات، نسبة الإبداع وصلت إلى 98%، نسبة عالية جداً. تركهم 5 سنوات وصار أعمارهم 10 سنوات ودخلوا المدارس. بعد 5 سنوات من الطاقة الإبداعية العالية ودخلوا مع باب المدرسة 5 سنوات وداخل بيئة المنزل، بيئة الحارة، ماذا تتوقعون وصل نسبة الإبداع لديهم؟ للأسف انخفض، وصل نسبة 30%. تركهم 5 سنوات وصلوا مرحلة المراهقة، قاسهم من جديد، وصلت نسبة الإبداع عندهم إلى 12%. هذا هو المقياس اللي يعطينا انطباع معين أن حنا مع مرور الزمن فقدنا الإبداع. المقياس الأقوى لنا نحن الكبار هو أجراها على 250 ألف أمريكي، وجد أن نسبة الإبداع عند هؤلاء الأدلت الكبار العقلاء كم نسبة؟ 2%. فتخيلوا الانخفاض اللي وصلنا فيه نحن الكبار، بعض الكبار طبعا، في مستوى الإبداع. لذلك أقول لكم يا جماعة خلونا نبقى على قيد الإبداع، وهذا الهدف الرئيسي من هذه الورشة. الأصل في تعليم الإبداع إنه عبارة عن 4 مراحل، 4 أشكال. الأصل إني أنا أكون الشخص المبدع اللي هو البيرسون،
بعدين أتجه وفي نفس اللحظة أنا عندي البيئة الإبداعية، الثقافة الإبداعية، المنظمة الإبداعية اللي هي البيئة الثانية البريس. العنصر الرابع اللي هو البيئة الثالثة اللي هي البروسس، بروسس العمليات الإبداعية، كيف نفكر نحن مع التشويه اللي صار معانا في عوامل الزمن، صار في تشويه في عملية الإبداع أيضا، مفترض أن أفكر بهذا العنصر. المرحلة الأخيرة اللي هو المنتج البرودكت، أربعة الفور بيز هي عناصر التكوين الابتكار والإبداع. نحن اليوم سنتحدث كثيرا عن البيرسون الشخص الإبداعي، وسأتمنى وبحماسكم إن شاء الله بإذن الله الغير منقطع النظير، هو سنركز كثيرا على بعض الوسائل وبعض العادات التي تساعدنا أن نكون أكثر إبداعا. خلونا نتعرف على من قتل الإبداع. أنا قلت لكم قبل شوي وصلنا إلى 2%. هذا عنوان كتاب لباحثين سموه من قتل الإبداع، نسخة مترجمة من دار مصرية ترجمة الكتاب، وفي نسخة إنجليزية وعنوانه من قتل الإبداع. وجدوا أن هناك أربعة مراحل مر فيها الإنسان في قتل الإبداع. أول مرحلة هي مرحلة القمع. تخيلوا أول يوم دخلت فيه المدرسة، جاي بحرية تامة، كان ما عندك قيود، ما عندك شروط، ما عندك استئذان أن تتحدث، ويوم تكلمت أسكت، لا أحد يتحرك، خفتوا أنتم. هذه اللغة كان يسمعها الطفل في أول يوم، عينك على الورقة، لا أحد يرفع رأسه، صح؟ قالوا له أيضاً لا أحد يستخدم إلا لون واحد فقط، لا أحد يسوي إلا لا أحد يتحرك، لا أحد يقوم، لا أحد يتحرك إلا لين أأذن أنا أو تأذن المعلمة. هذه المرحلة هي مرحلة القمع اللي مرينا فيها نحن الأطفال، واللي ساعدت في قتل الإبداع. المرحلة الثانية هي مرحلة التقييد. نحن أيضاً مرينا بهالمرحلة اللي لا خليكم مثل بعض، البسوا لبس واحد، دفاتر لون واحد، طاولات لون واحد. طبعا أنا ما ودي أيضا أبالغ بأن هذا الشيء مهم أو غير مهم، ولكن هذا الجزء والكاريكاتير قد يوضح كثيرا الأثر الكبير اللي صنعوه بعض المعلمين وبعض المعلمات، بعض الآباء وبعض الأمهات، بعض أفراد المجتمع، اللي هو خلاني أتقيد، خلاني أخاف، خلاني أكون في هذا الإطار اللي جعلني لا أفكر بحرية تامة. المرحلة الثالثة، أنا بعد ما وصلت مرحلة القمع ودخلت في مرحلة التدهور التقييد، دخلت في مرحلة التدهور خلاص، وصلت مرحلة اللي هي مرحلة المراهقة اللي قلناها المرحلة الثالثة في الدراسة، يوم وصل عمره 15 سنة خلاص صار خايف، صار عنده عقليته التفكيرية الإبداعية فيها تدهور كبير، يخاف إنه يتكلم، يخاف إنه يقول شيء، مقيد تماما ومقموع في السابق. المرحلة الأخيرة اللي وصل فيها البعض لمرحلة التدمير. هذه المراحل الأربعة يا جماعة بالتأكيد البعض منا اللي داخل القاعة قد يتذكر بعض المواقف، بعض القصص اللي قيدت الإبداع لديه. في واحد باحث اسمه ماكنزي في الثمانينيات دخل في مدرسة وأجرى دراسة سريعة مباشرة، دخل على الصف الأول ابتدائي في أول يوم لهم في المدرسة ونادى الطلاب قال مين الفنان عند هنا في القاعة؟ كل الأطفال رفعوا أيديهم بلا استثناء، سأل سؤال بسيط مين الفنان، تركهم وراح للصف الثالث ابتدائي وسأل نفس السؤال مين الفنان هنا، نص الفصل هم اللي رفعوا أيديهم اللي ما زالت عندهم الثقة الإبداعية موجودة، تركهم وراح للصف الثالث ابتدائي. تصوروا ماذا حصل؟ في اثنين رفعوا أيديهم للأسف بخوف وبحياة وبتردد، هم يناظرون زملائهم لأنه خايف إنه يقول واحد عليه يقول وش الخربط، مين يقول إني فنان ويطقطقون عليه. هذه المراحل أنا حبيت أبدأ فيها معاكم حتى أؤكد لكم
الخطورة الكبيرة اللي عندما فقد بعضنا الإبداع وتلاشى عند الإبداع، ترى هذا هو السبب. هالمراحل الأربعة اللي ربما إلى الآن نحن نمارسها مع أبنائنا ومع بناتنا ونحن لا نشعر، مع طلابنا وطالباتنا، هو هذا التحدي الكبير. هذا شكل من الأشكال أيضاً يمارسها بعض المعلمين وبعض المعلمات، عملية تقييد. لا تزعلوا مني يا أخواني المعلمين والمعلمات، هذا هو الأسلوب الموجود. طيب، في ناس بيغضبوا من كلامي، يقولوا لي طيب وزارة التعليم هي اللي تطلب منها الشيء. ما حد فرض على بعض المعلمين والمعلمات المتميزين اللي فازوا بجوائز التميز أنهم يفوزوا بهالجوائز لأنهم قدموا عمل إبداعي كبير. هذه المعلمة تقول للطالب لا تطلع، لا تناظر بعيد، أنت تبي تتأخر عن زملائك، تريد أن تجعل أو تريد أن تجعل مثلهم في تست. والسبب الرئيسي اللي خلى المدارس، يقول بعض الكتاب إن الثورة الصناعية كانوا محتاجين عمال. وش السبب؟ طيب وش ليش نحتاج عمال؟ عمال يسمع ويطيع، في سيستم واحد نعبيهم فيه سي المصنع ونطلعهم إلى سوق العمل. هذا التعليم هو اللي يخلي طلاب مثل المصنع، متشابهين، ولا يوجد الشخص المبدع، والمبدع قد لا يشجع. لاحظوا الصناديق الممتلئة بالناس، وين الشخص اللي طلع من الصندوق؟ شفتوه؟ في واحد فيهم فقط هو اللي طلع من الصندوق. نحن يا جماعة في حالتنا الحالية، في وقتنا الحاضر، نحن عايشين في مثل الصناديق. أبيكم ترجعون للوراء تقريباً 30 سنة إلى 20 سنة، 20 سنة عشان لا أكبركم. اللي لحق على البيجر مين؟ هنا تفضح الأعمار. اللي لحق على البيجر، كيف صورتك وأنت معك رقم بيجر؟ كان ما حد قدك. اللي معه رقم بيجر هذا، طبعاً أعطيكم معلومة اللي ما أدرك مرحلة البيجر. البيجر كان هو جهاز صغير مستطيل، الأرقام محدودة جداً في المملكة، فبالتالي اللي عنده رقم أصيل ما في أرقام بعده هذا ولد نعمة، هذا مطنوخ، يعني استطاع بواسطة ما أو بعلاقة ما يحصل هالرقم. أنا كنت رقمي 8، فإذا رن البيجر وآخر 8 أدري أن هذا الرقم لي. ماذا أفعل؟ ما أطلع الجوال، أروح أدبر لي أي كابينة اتصال، أو إذا كنت ببيت واحد أروح أتصل من خلال هذا البيت. لاحظتوا الوضع المزعج اللي حنا فيه؟ كنا في الصناديق، ما ندري أن هذا، نعتقد المحظوظ اللي معه رقم أصيل أو اختار له جهاز جديد من الأجهزة الجديدة. طيب، جت مرحلة الجوالات بعدها بكم سنة، وصار أيضاً 10,000 ريال جوال. هذا وين؟ هذا ما يحطه في جيبه أصلاً، يروح يتقضى ومع الجوال حتى يشخص أمام الناس، وراضيه جوال البلكة يسمونه، بس راضين بهالوضع وكلنا داخل الصناديق. الآن طبعاً جت بعدها مرحلة الباندا والفارس، ولين وصلنا الآن إلى الآيفون. الآن أريد 5 أشكال بألوان مختلفة يتجمعون مع بعض، وبعطيكم سؤال. تفضلوا الرجال، تراكم ثقل زين، أبيكم تقومون الله يعطيكم العافية ودور ألوان مختلفة عنك، وقعدوا مع بعض وأعطيكم الفكرة في خلال هالتمرين. خواتي الله يعطيكم العافية، قوموا. علمياً لابد أن خلال 5 دقائق إلى 6 دقائق يكون هناك نشاط أو تدريب، فبالتالي ضروري جداً حتى لا يصيبكم الملل نصنع هذا التدريب. السؤال ما هو؟ طيب تكلمت وقوم ما أسألكم. السؤال هو الآن بعد 10 سنوات سنشعر بأن التقنية الحالية للجوالات قديمة. تخيلوا معي والشعور أبنائنا أو أحفادنا إذا رأونا نستخدم الجوالات، ما هي التقنية اللي ربما تكون هي تقنية المستقبل بعد 10 سنوات مع 5 أشكال مختلفة عنكم، 5 أشكال مختلفة مو متشابهة.
خمسة أشكال سولفوا مع بعض وش التقنية المستقبلية. أسرع ناس يا جماعة يأخذون المايك ويتكلمون لو تكرمتم. أسرع مجموعة عندهم فكرة جديدة للتقنية القادمة يتكلمون عن طريق المايك. السلام عليكم. تفضل خواتي لو سمحتوا تسمعون. تفضل أستاذي. نتوقع أن إن شاء الله الناس تتكلم والهواء هو بنفسه سيقوم. الأخوات الكريمات والأخوان تفضل أستاذي. نتوقع أن يكون انتقال الموجات الصوتية عبر الهواء دون الآيفونات أو بدون التليفونات أساسا. جميل. لأنه التليفون كان في يوم من الأيام شيء لو حكينا عنه كان حيبقى زي الكلام هذا. طيب الحين كيف أتكلم الآن؟ أنت أطلقت خيال جميل. الآن هو الأصل الاتصالات الحين عن طريق الموجات الصوتية. كيف الآن أتصل؟ يعني عبارة أمسك شيء؟ لا لا، عبارة عن شيء مثلا بسيط جدا في الأذن نفسه ويتخاطب مع العقل مباشرة. رائع جدا، تحية لا يا جماعة، شكرا لك. الأخوات عندكم شيء؟ تفضلوا أعطوهم المايك لو سمحتم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أتوقع أنه بعد يعني فترة بسيطة يعني من الزمن ممكن يكون الريبوت هو يعني اللي يتواصل فيه أبنائنا، وهي التقنية الحديثة يعني اللي تبدأ تحل محل الإنسان في كل الأعمال. الفكرة ما هي؟ الريبوت. الريبوت، أحسنتي، شكرا لك. شكرا. مشاركة ثانية عند الرجال ومشاركة ثانية عند الأخوات. تفضل أستاذي. أعتقد أنه شيء حالم لكن ممكن، اللي هو الأوديو فيجوال جلاسز، النظارات الناطقة الرائية. جميل، شكرا لك. طيب لو ما في نظارات، أنا ما أحب ألبس نظارات، وش الحل؟ عدسات. العدسات، شكرا لك. طيب الأخوات من النص. الانتقال ممكن من مكان لآخر بدون استخدام مواصلات سيارات أو ما إلى ذلك. يعني أنتقل الآن إلى باريس أو لندن زي الفاكس يعني. بالفاكس. شكرا لك. طيب طبعا لاحظوا الخيال الجميل يتكلمون عن، ترى كل الأفكار اللي حصلت في الوقت الحاضر ترى كانت خيالات. اللي متابع للأفلام، أفلام حرب النجوم، قبل سنوات تقريبا 30 سنة 20 سنة كان يطرحون مجموعة من الأفكار الغريبة جدا في ذلك الوقت. نعم السيارات تتحول إلى طيارات. الآن كريم أيضا أوبر بدأت تطبق الفكرة، وهي شركات كثر. الدرون، فكرة الدرون الآن كيف كانت عبارة عن منتج فقط يوصل البضائع أول ما صدر، الآن بدأت الفكرة تتطور وبدأ الآن الخيال يبحر، صار درون لنقل الإنسان. الطابعة 3D، طابعة ثلاثية الأبعاد، لاحظوا الآن هو ثورة كبيرة جدا. كانت أول ما خرجت لصناعة النماذج البلاستيكية السطحية بدأ يتطور الوضع. أنا كتبت في تويتر عام 2014-13 زرت معرض وشفتهم صار الحين نماذج بلاستيكية لبعض المنتجات البلاستيكية. كتبت قلت هل سنرى أنه طباعة 3D تتحول إلى صناعة الطعام؟ كتبتها تويتر. اكتشفت وأنا أبحث في تويتر أن في مطعم في لندن يقدم الطعام عن طريق الطابعة 3D. تخيل أنك تطلب أوردر من مطعم وعندك طابعة 3D مجهزة بطريقة ما لطباعة الطعام، فيأتيك الطعام كما طلبته، لا بدون قراطيس، يجيك جاهز الأكل. ذلك أنا أعطيكم هذا بس الطعم حتى نخرج من الصندوق. ترى حنا داخل الصناديق خايفين. سنساهم من خلال نقاشنا مع بعض لماذا نتعلم الإبداع. ليش أنا مركز على موضوع الإبداع؟ أنا شخصية مهتم بموضوع الإبداع من سنوات. وجدت هالدراسة صنعتها IBM، سألت 1500 شخص من 64 دولة من 33 قطاع، سألوهم سؤال محدد، ما هي المهارات التي تحتاجونها للقيادات للموظفين الذين سيتوظفون عندكم؟ أعطوهم 250 مهارة، فلتروها لين وصلوا لهذه المهارات. ما هي أهم مهارة؟ الإبداع. هذه شركة IBM
يتوقعون الوظائف للمستقبل. أيضا المنتدى الاقتصادي العالمي وسمعتوه كثير الأيام اللي راحت أجروا دراسة أيضا وتقرير حطوا المهارات المستقبل الأولى حل المشكلات، ثانيا التفكير النقدي، ثالثا الإبداع. من يعرف الإبداع أو التفكير الإبداعي، الثلاثية هذه واحد واثنين وثلاثة كلها موجودة في الإبداع والابتكار. حل المشكلات هو إبداع، التفكير النقدي أصلا هو إبداع، والإبداع الأساسي اللي هو الخيال والقدرة على الخيال. فكلها أيضا تركز أن من مهارات المستقبل عام 2025 نحتاج المبدعين، صارت هي في القمة، وكانت 2015 كانت في القاع في الترتيب ال15. هذا يعطيني التأكيد أنه لابد أن نتعلم مهارات الإبداع أو نعيدها في ذواتنا. طيب هذا سؤال، الإبداع مثل كرة تنس الطاولة، مين يتوقع بصوت عالي يا جماعة، مين بيعطيني وش الهدف من هذه العبارة؟ الإبداع مثل كرة تنس الطاولة، التركيز، جميل، صوت عالي، كيف؟ التبادل والتداول، أحسنتي أيضا، ها؟ تحديد الهدف، جميل، كيف؟ الوزن، جميل، تفضل ارفع صوتك، السرعة والمرونة، التوقع، جميل، التركيز. كرة تنس الطاولة تحتاج إلى الاهتمام أيضا. الآن وأنا ألعب تنس الطاولة عندما تأتيني الكرة لابد وأنا ألعب لابد أن تأتيني بطريقة ما وأستعد لها بطريقة ما حتى أحولها للطرف الآخر أيضا، وأنا متأكد أني سأكسب النقطة. لماذا أو ما هي علاقة الإبداع بالكرة تنس الطاولة؟ أنا عندما لا أركز، لا أهتم، لا تكون عندي المرونة الكافية، سأفقد النقطة وسأخسر الجيم. كم كرة تنس طاولة فقدناها، كم فكرة إبداعية خيالية كانت موجود، ونحن الآن في حياتنا آلاف الأفكار تمضي فوق رؤوسنا، أفكار خيالات. أنا شفت لي منظر، شفت لي مشكلة، شفت لي شيء، مع مرور الوقت تروح عليه لأني أنا ما أعطيت الاهتمام والاكتراث. في واحد كان يشتغل شيال شنط في الأربعينيات الميلادية، كان يعمل في أحد الفنادق في لندن، وهذا الفندق من أشهر الفنادق في لندن، ليمر منه كبار الساسة، كبار الفنانين، كل فنان أو فنانة عالمية أو سياسي عالمي كان يمر على هذا الفندق الشهير. مين البواب اللي شال شناطهم كلهم؟ كان واحد يسمى غوتشي. غوتشي هذا كان حمال شنط، وهو يشيل الشنط كان يناظر شكل الشنط إنه باهتة، ما فيها جمال، عادية، وأيضا في أغراض صغيرة توضع في شنطة كبيرة. كانت في فكرة تجول في رأسه كل يوم يشيل شنط، ما خلاها تطيح على الأرض، مسك الفكرة وبدأ يتأملها زين، أعطاها تركيز، أسس وكالة غوتشي، واللي أنت والأخوات خاصة يعرفون هالوكالة الفخمة جدا، اللي الواحد يجمع قروش واجد حتى يشتري أحد منتجاتهم. كم منتجات غوتشي؟ طبعا أنا لا أستطيع أن أجزم أن الحقائب الموجودة هنا أصلية، فالحقائب الغوتشي قد تصل إلى كم؟ 20,000؟ 30,000؟ أو أكثر، أنا حدي أوصل إلى 20,000. حقائب غوتشي بدأت من هذا الفراش اللي كان يشيل الشنط فقط، لأن جت فكرة في رأسه. أحد الشباب السعوديين كان يشوف فكرة جدول في رأسه وهو يتصفح تويتر، كلنا نتصفح تويتر في عام 2012-2011 مع ثورة استخدام تويتر في السعودية، كان في أحد الشباب السعوديين يناظر تويتر ويسوي كذا يتحسف، جت فكرة وقاعد يناظر أنه في فرصة عظيمة جدا موجودة هنا، ولكن ما كان عنده الخطوة الأولى لصناعة مشروع من خلال تويتر. اتصل على زميله قال له وش رأيك تعال عندي مشروع. هو مسك المشروع الكرة التنس والفكرة الخيالية، مسكها وتأملها واهتم فيها، وقال لزميله أنا فكرتي إيش؟ أن نصنع وياك مشروع، نكون وسطة بين المشاهير اللي عندهم متابعين 200,000 و100,000
وبين التجار أو المعلنين فقط. بعضهم بس هذه؟ قال لي بس. أخذ أسس وكالة دعاية وإعلان خاصة فقط بالمحتوى السوشيال ميديا، في المحتوى داخل الإلكتروني. في شركات كثر موجودة في العالم أو في السعودية مركزة على المحتوى الإعلاني الخارجي. الشاب إبراهيم الجبرين أو أحمد الجبرين ركز على هالنقطة فقط، إني أنا سأكون وسيط إعلاني لمشاهير السوشيال ميديا. الحين أحمد الجبرين ما شاء الله تبارك الله هو في بداية الثلاثين وعنده شركة سماءات، لديها موظفين 350 موظف وموظفة، لديهم أيضا فرع في دبي يعتبر فرع إقليمي للشرق الأوسط. يكفيكم أسماء الجهات اللي ماسك حساباتهم حتى تعرفوا حجم الضخامة التي تقدر بالملايين. هو فقط كانت فكرة كانت تجول في ذهنه فالتقطها. طيب، أيضا الإبداع يا جماعة هو عبارة عن مشكلة. أشهر تعريف وأعتقد هو التعريف الأفضل للإبداع أن الإبداع هو عبارة عن مشكلة أو البحث عن حلول للمشكلات. تمشي لي العرض يا عزيزي لو تكرمت. لا أيوة، الإبداع هو عبارة عن حل المشكلات، هذا أشهر تعريف للإبداع. الإبداع له 70 تعريف. التعريف الذي يتفق عليه كثيراً أن غالباً الإبداع ما يخرج إلا من خلال حاجة أو مشكلة، كيف؟ أو موقف. أحسنت. هنا هو التحدي اللي أريدكم أن تعيشوا عليه، أنه لا أبد أن تأتي مشكلة أو حاجة تخليني أولد فكرة إبداعية. لحظة الأها، كثير من المنتجات خرجت من لحظة الأها هذه، أنك تشوف شيء معين، حاجة معينة، ثم تقول ليش ما يكون هذا الحل؟ هذه اللحظة الجميلة التي تتولد منها الفكرة الإبداعية. مثل هذول الشباب تشوفون زين، يمكن الشكل غير واضح، هذا مجموعة شباب عزاب وطفرانين، فعندهم كيف صحراوي واحد وعندهم غرفتين، كيف يوزعون الهواء للغرفتين؟ فاختاروا أكبر سروال حتى يكون هو منطقة النقل للهواء. فكرة إبداعية ولا ميب إبداعية؟ فكرة إبداعية جميلة، فكانت حل لمشكلة عدم وجود المادة، وحل أيضا لموضوع عدم وجود تكلفة مناسبة لشراء مكيف. من الأفكار الإبداعية اللي خرجت من اللي سد حاجة الناس هي البلدان الأفريقية، عندهم حاجة كبرى للمياه الصالحة للشرب. المنطق يقول أنه ما عندهم بحيرات، ما عندهم أمطار، ما عندهم أصلاً مال حتى يبنون محطات تحلية مياه. بالتالي ما هو الحل؟ ما في حل إلا لين يجيهم أمطار. أحد الباحثين خرج معاه منتج بالصدفة لتنقية المواد الكيميائية داخل المعمل، فينقي المادة الكيميائية بنسبة 99%. جاء بيل غيتس اشترى هذا المنتج أو الاختراع وحوله أن يكون منتج لخدمة البلدان الفقيرة، وصار هو عبارة رخيص الثمن ومتداول والشرب من خلال الأماكن الملوثة وينقيها بنسبة كبيرة. أيضاً الإبداع والمساحات الصغيرة مثل هذا الإبداع، الدرج أحوله إلى مكان للتخزين، وغيرها غيرها كثير جداً من الإلهام للحلول الإبداعية. ماذا نريد هذا اليوم أو هذه الأمسية؟ نحاول أن نوقظ هذا النائم، نعيد للحياة. أنا ما نقول إنه مقتول أو ميت، هو موجود، ولكن في عندنا خوف، في عندنا رهبة، في عندنا فزع، في عندنا تجارب من القمع، من التقييد، من التدهور الكبير، من التدمير اللي قد أنا مارست عليه على نفسي شخصيا، لأني ما آمنت بأفكاري ولا أعطيت الثقة الكاملة حتى أتخرج للناس. أنا أعتقد وأجزم تماما أن الجميع الموجودين هنا في القاعة لديهم مئات الأفكار، بس حاط الشماعة. وش الشماعة؟ ما في دعم، ما في مؤسسات تدعم الموهوبين والمبدعين. فهو يقول أنا والله عندي أفكار بس ما في أحد يدعمني،
ما أحد يساعدني، هذا سيعيش طوال حياته ينتظر أحد يساعده. ولكن بالتأكيد المبدع الحقيقي هو الذي يبحث عن الحلول ويحاول ويقاتل حتى يدفعها بشكل كبير للواقع، يصنع منها منتج ثقافي اجتماعي حضاري، وأيضا المنتج اللي هو المالي. من الثقافة السيئة الموجودة عند بعض الناس أن الإبداع مقتصر فقط على المنتجات الاقتصادية المالية، سيارة، جوال، منتجات تقنية، ولكن في جانب آخر مهم جدا في الإبداع اللي هو الجانب الاجتماعي التطوعي الثقافي العائلي الأسري. كل هذه هي مساحات الإبداع التي نحتاجها. فنحتاج أن ننقذ هذا النائم من خلال بعض العادات التي سأطرحها عليكم بعد قليل. أول عادة وهي تبدأ بحرف السي، اكتبوا معي حرف السي عشان يساعدكم على التذكر. أول حرف من حروف قانون حاولت أني أستقرأ في عادات الناجحين عبر التاريخ، تقريباً اللي أنا جمعتهم أو لاحظتهم وقرأت عنهم وحاولت أحلل طريقة تفكيرهم وعاداتهم تقريباً في حدود 70 شخص من المسلمين أولاً، ثم أيضاً من كل أنحاء العالم. ليش قلت المسلمين؟ لأن عندنا تصور سلبي أن المسلمين والعرب هم من أقل جيناتنا حنا ما فينا إبداع. في ثقافة تولدت عند الناس أن الجينات العربية والإسلام، لا يقول المسلمين تراهم مبدعين بس العرب تراهم فيهم مشاكل. سمعتوا هالمقولة؟ كثيرا نسمعها، في بعض المثقفين يركز عليها كثيرا، نحن لا نصلح للحضارة، العرب لا يصنعون حضارة. من صنع حضارة المسلمين؟ يقول عندك فلان وفلان وفلان من العاجم. هذا السؤال كان يؤلمني كثيرا، فرحت أبحث هل العرب أصلا مبدعين. لقيت أحد الأشخاص مو مسلم ولا هو عربي وهذا يعتبر محايد، وكتب كتاب جميل جدا اسمه بيت الحكمة، The House of Wisdom، هو نسختين عربية وهو أيضا نسخة مترجمة، عنوانه بيت الحكمة. هو فقط كان يتأمل بيت الحكمة اللي أنشئ في عام 735 تقريبا أيام هارون الرشيد. يقول إن العرب والمسلمين هم الأساس للإبداع والابتكار اللي موجود الآن في العالم. مو كلام عاطفي، كلام بالأدلة وبالبراهين. وأيضا المضحك جدا إن يقول في الوقت اللي كان العرب والمسلمين في عام 700 وما بعدها يعطون الثورة الكبيرة في الهندسة وفي الفلك وفي الكيمياء وفي الطب وفي الصيدلة، كانت أوروبا في ذلك الوقت تعج في ظلام دامس. هذا كلام الكاتب مؤلف الكتاب، هو اللي هو مايكل لوينز، يقول إن الغرب كانوا يعيشون على الجهل المطلق في الطب وفي الهندسة وفي كل العلوم، وفي المقابل المسلمين كانوا هم أساس العلم. لماذا تحول المسلمين من ناس أميين إلى ناس قادرين على صنع الحضارة والإبداع؟ بسبب وراه هون ترجع للشاشة لو تكرمت، بسبب الفضول. في تلك السنة بدأ الفضول الجميل عند العرب والمسلمين بسبب بيت الحكمة. ماذا فعل هارون الرشيد رحمه الله؟ لأنه ترجم العلوم، فأصبح هناك فضول كبير جدا عند ابن سينا، عند ابن بيطار، عند ابن الهيثم، أنهم يقرؤون ما يقع في أيديهم من العلوم المختلفة من اليونان ومن الرومان حتى يستطيعوا أن يؤلفوا منها ويفهموها كثيرا. فخرج عندنا منتجات عظيمة بسبب الفضول، الكيوريوسيتي. هذا من أهم النقاط بالاتفاق اللي وجدت في كثير من سير من كتبوا عن المبدعين، حطوا أهم عنصر اللي هو الفضول. طيب الفضول ما هو؟ الفضول باختصار كما يصنع الأطفال، الاكتشاف، التساؤل، أن دائما في حالة كبيرة جداً
من التساؤل ليش هذا الشيء. فهو عندما ينظر إلى الأشياء لا ينظرها كما ينظرها الكبير عنده تجارب سابقة. الطفل لا، بالعكس، أي تجربة جديدة عليه يحاول أن يعيشها بكل التفاصيل. يستخدم الحواس الخمس، يشم، يتذوق، يحس، يسمع، ويحاول أيضاً أن يتحدث. فهذه الحواس هي الحاسات اللي تجعلك أكثر فضولياً. واحد كاتب اسمه مايكل غولب، هذا الكاتب الجميل أنصحكم تقرؤونه، كاتب باللغتين طبعاً، باللغة العربية مترجمة كتبه من دار جداول، تستطيعون تطلبونه من خلال النت. مايكل غولب مسك دافنشي اللي هو يعتبر حسب تصنيف الغرب أنه أكثر واحد مبدع في التاريخ، لأنه كان مهندس، كان نحات، رسام، فارس، فلكي، أكثر من طريق، من شيء موجود في شخصيته. ليش؟ قال لأنه كان فضولي، كان فضوله عالي جداً، فهو يحاول أن يبحث عن معلومات بشغف كبير جداً. فألف كتاب حلل فيه شخصية دافنشي سماه كيف تفكر مثل دافنشي. أول عنصر جعل من عادات دافنشي وعادات المبدعين عموماً اللي عنصر الفضول. إذا أردتم أن تستعيدوا إبداعكم، أن تحافظوا على إبداعكم، عززوا الفضول لديكم، عزز ثقافة الفضول، التساؤل ليش، لماذا، كيف. هذه الأسئلة الكثيرة اللي تجعلك تطفش من طفلك، تمل من طفلك عندما يسألها، هي الخاصية التي جعلت كثير من المبدعين أن يبتكروا ابتكارات كثيرة. الآن أتحداكم يا جماعة، شوفوا هذا الشعارين ونعود من جديد إلى عملية التشكيل. كل طبعا لا تعبناكم، خلونا بعد الصلاة نشكل، بس الآن فرديا سووه. الآن اختاروا شكل من الأشكال التالية. ودي أرجعكم إلى لحظة الطفولة أنك تتخيل. هذه الأشكال الموجودة الآن هي أشكال شعارات، أريدك تتخيل إضافات لهذه الشعارات حتى تتحول إلى أشكال عديدة. بحسب لكم مدة دقيقة واحدة، تمسكون القلم ومعكم ورقة، خلال دقيقة واحدة كم شكل يطلع معاكم؟ واحد، كل واحد وكل واحدة من الإخوان الحاضرين والحاضرات يمسك القلم ويحاول يختبر خياله. هل أنا عندي طلاقة كبيرة في التخيل أم لا؟ أطلع أشكال أسهلها لكم. شكل نايك، أول شكل يطلع في بالكم وشو؟ الجفون أو الحواجب، آسف، شنب بشكل معين. أعطيتكم الآن بعض الملامح اللي ودي تتحركون من خلالها. الآن أبيكم تتخيلون أشكال أخرى لنايك أو ماكدونالدز. واحد، اثنين، جاهزين؟ ثلاثة، ممتاز، انتهى الوقت. طيب كم أكثر شكل طلعتوا منه؟ يعني كم شكل نايك؟ من وصل 10 أشكال؟ اللي رافعين أيديهم وصلتوا 10؟ 10 ولا كم؟ لا، نبي أكثر. الشباب هنا كم؟ أقل من 10. طيب 5؟ 5، ممتاز، جميل. 5 هنا؟ 6، ممتاز، شكرا لك. 7، رائع جدا، شكرا لك. لاحظتوا الآن، لأنه التخيل عندنا صار يقيدني، يقول إحنا وش بي. أنا فاجأتكم التمرين أيضا هو جزء من عملية كيف نستعيد التخيل. عملية التخيل فيها تحدي كبير. بعطيكم الآن تمرين آخر في تخيل أعمق وأسهل وأجمل. خل بس أوديكم للمثال الثاني، بعدين أوديكم. الآن وش تشوفون؟ هذه البراميل، جوالين، جوالين ألوان، صح؟ هذا الشكل وتشوفونه ممسحة. في أحد شاف شيء ثاني؟ وش تشوفون؟ فيه إيش؟ فيه تعابير هنا؟ شخص معصب. في واحد يقول وين معصب؟ في أحد شايف شيء ثاني؟ هذه العيون وهذا الخشم. هناك
الجوالين، في أحد إلى الآن ما ميز شيء غريب في الجوالين؟ زين، ممتاز. الآن هذا حساب جميل في تويتر يا جماعة، تابعوه حتى يزيدكم خيالاً وإلهاماً، اسمه Faces and Things، صور في الأشياء. الآن بعطيكم تمرين، وأول مرة في الدورة واحد يقول لكم طلعوا جوالاتكم، طلعوا جوالاتكم وسووا معي هالتمرين. التمرين هو إيش؟ يتطلب الوقوف تماماً، كل واحد في القاعة يقف. قوموا يا جماعة لو تكرمتوا، معليش تعبتكم أنا معي في الوقوف والجلوس. طلعوا جوالاتكم، أبيكم تتلفتون حولكم فوق وتحت، طلعوا لي أشكال وجيه موجودة في القاعة، صوروها بجوالاتكم وحطوها في هاشتاق المؤتمر أو وروها المصور. تحركوا يا جماعة، الرسمية والثقل خلوه على جنب، هذه من ضحايا التقييد اللي مارسوه علينا بعض المدرسين وبعض المدرسات أو حتى الآباء والأمهات، أو أنا مارست على نفسي. لاحظوا السقف في الأرض، ترى في الشناط الحقائب الموجودة حولكم. حطوها في الهاشتاج، أنا ما أستطيع رؤية جميع الخيالات. تخيلوا، ناظروا تحت، تشوفون في الشناط، بتشوفون في الكراسي، في السقف، بزوايا مختلفة. أوه جميل، فيل، فار، أحسنت، وأنا أشوفها من زاوية فيل، أحسنت، شكرا لك. جميل جميل، خيال رائع، ما شاء الله عليك. الأخوات وصلتوا شيء؟ رائع جدا، جميل، ممتاز. واو جميل، ممتاز. وين راح المصور؟ جميل، أحسنت، بيض الله وجهك. الفرشة تساعدكم، جميل جدا، هذا كان هندي. أوه جميل، شكرا لكم يا جماعة، الله يعطيكم العافية. سمي. أحسنت فعلا، والشباب كلهم قاعد يصرون على هالوجه. طيب إخواني أخواتي، أيضا تتذكرون حنا صغار، يمكن ما أدري راحت منا، كل سيارة كان لها شكل، بعض السيارات معصبة، بعضها مبتسمة، بعضها فيها شيء معين. هذا من الخيال الذي أريدكم أن تعيدوا لحياتكم. الله يعين المصلين، أنا هذا جزء من التعب اللي أشوفها في بعض المساجد، في بعض فرشات المساجد، عندما تصلي أول ما تكبر تشوف شكل داخل الزخرفة في بعض الأخوان، يهز رأسه فعلا، مزعج جدا. أول ما تكبر تشوف صورة قرد أكرمكم الله، أو صورة واحد يضحك، خلاص من يوم ما تجي هالمسجد ترسخ هالصورة. أحد الزملاء والأصدقاء يقول كنت مسافر في طريق وقلت له على هالتمرين، أو شارك معي في برنامج، فيقول يا أبو طارق تخيل إني سويت يوتين عشان لأني شفت مبنى طالع الدرايش فيه كأنها وجه ضاحك. فاستمتعوا جدا يا جماعة بهالتجربة، لأنك تجعلك أكثر إبداعا. باقي 10، شكرا لك. طيب نرجع لأهم مهارات الأطفال. يوم كنا صغار يا جماعة كنا نسأل كثيرا، أسئلتنا الكثيرة هذه كانت تضجر المعلمين والمعلمات، نحن كآباء تضجرنا كثيرا. من التمارين اللي أسويها مع طفلي زياد في رابع ابتدائي، هذا حين عندي منتج أنا بالنسبة لي هو معلمي للحفاظ على الإبداع، أتعلم من عاداته اللي ما زال محافظ عليها وأخاف مع مرور الزمن أن يفقدها. أحاول أحفز عنده التساؤل، أقول له اسألني، فيجب لي أسئلة. شلون سؤال اليوم جميل جدا، أعطاني سؤال قلت والله فعلا، وين تجي الألوان؟ سؤال لكم يا جماعة، وين تجي الألوان؟ وين الطبيعة؟ الأصفر وين يجي؟ الأخضر وين يجي؟ أنا أشوفها الآن الأخضر،
بس الناس اللي يعطونا لون الثوب الأخضر كيف خلوه أخضر؟ الناس اللي يعطون اللون الأحمر، أحد يجاوبني يا جماعة؟ تفضل أختي، المايك وين؟ ثاني لو تكرمت تعطيها المايك. وين يجي اللون الألوان هذه اللي تلون حياتنا؟ خلوا المطابع. طيب المطابع وين يجيبون اللون؟ خلينا نسمع. أنا من وجهة نظري يعني إنه الألوان أصلاً نشأت من تركيب دمج العديد من الأشكال الألوان أخرى حتى يظهر لون معين. يعني شكراً لك. طيب وين جت الألوان الأخرى؟ هذا السؤال الآن. لاحظتوا الآن أسئلة الأطفال. انعكاس أسئلة غريبة جداً. إحنا نقول هذا بديهي تجي من المصانع من كذا. زي لون ولكن تحرجنا كثيراً. لا لون السماء من فين جاء؟ بعض يقول انعكاس لون الماء في البحر. أحياناً نقول لا. متفق معك يا أستاذ الكريمة. تشتت الأشعة. بس في شيء. هي اللي سببت الظهور. متفق معك. ولكن في سؤال أعمق. وين جت الألوان؟ يلا. لا تقولوا لي انعكاس الضوء أو اللون الأخضر. وين جاء اللون الأخضر؟ تفضلي. مين اللي عنده إجابة يا جماعة؟ وراء الأخوات وراء عندهم أيدي. من الطبيعة يا دكتور. شباب عندكم شيء؟ أيوة هنا. تفضلي أختي الكريمة. أقول من الطبيعة مثلا اللون الأخضر من الأوراق ممكن نأخذه. اللون الأحمر مثلا عندنا في حشرة الدعسوقة في عرق لون الأحمر. كان يستخرجونه من الكرز. من الفواكه. جميل. مثل البنجر اللون الأحمر. جميل شكرا لك. البنجر ممتاز. حالة متأكد تماما يعطي لون أحمر وهذا فعلا مصدر. الشباب هنا تفضل أستاذي. وين المايك عندك الأستاذ محمد؟ من الأحلام ممكن. من الأحلام. شكرا لك لك العافية. أعطوني مصادر الآن. عرفنا اللون الأحمر بالبنجر. الأصفر وين يجي؟ من الكركم ربما وبعض المنتجات. لاحظتوا يا جماعة شلون السؤال هذا محرج. مين عنده إجابة؟ تفضل أستاذي. الحقيقة هو الألوان أصلا خلقها الله، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هي خلقة الله، بس الإنسان بدأ يطور فيها، ينظر إليها ويحاكيها، إنما هي في الأصل خلقة الله. أنا متفق معاك أستاذي، بس وين أستطيع أنا شخص بدائي عشت من العصر الحجري شلون أجيب اللون؟ الأستاذ اللي وراء عنده وجهة نظر. السلام عليكم. تفضل. أنا قرأت يعني شيء عجيب أن اللون الأصفر المحبب عند الشباب في العصير اللي يشربونه هذا نسيت اسمه، هذا جاي من ضفادع معينة تطحن في بعض الماء وعصارتها تعطى اللي هو عوار قلب. قصدك عوار قلب. طيب خلاص زين. الآن هذا السؤال لاحظته يا جماعة، المتعة الحقيقية اللي أنا أستفيد منها يوميا مع طفلي زياد اللي هو التساؤل. يخليك تبحث، يخليك تحاول أن تبحث عن إجابة لتساؤل هذا الطفولي الفضولي. ماذا بعد يا جماعة؟ في شخص صنع البهجة في حياتنا ثم اختفى ومات. طريقته في التفكير كان يقول ماذا بعد؟ سؤال اللي دائماً what's next. كان يقول هذا السؤال هو هذه الطريقة لعملية تحفيز فريق العمل. وبعدين طلع الجوال. وبعدين كان أول جوال نوكيا. واو جميل جداً، شركة نوكيا مسيطرة على السوق. ستيف جوبز. أحسنتي. ستيف جوبز كان طريقته في التساؤل جميلة جداً. ماذا بعد؟ خلونا نفكر ماذا بعد هذا الشيء. مثل ما سوينا يوم خرجنا من الصندوق في عملية الاتصال والانتقال عن طريق الفاكس. فكرة الفاكس جميلة، ربما تحصل عملية الانتقال إلى أماكن مختلفة. هذا التساؤل هو الجميل اللي كان يصنع ستيف جوبز اللي جعل من شركة أبل تتحرك. بس ودي أفيدكم بشيء عن ستيف جوبز. ستيف جوبز حنا ماخذين فيه فكرة كبيرة جداً إن الإنسان مبدع. هل هو مبدع؟ يعني هل هو الشخص اللي اخترع مثلاً تاتش سكرين؟ هو عنده شغف في عملية صناعة البزنس. الماكنتوش كان من فكرة ستيف وينزاك، زميلة في المعمل أو في الشركة أو صديقة، اللي شاف عبارة عن تلفزيون
شاشة تلفزيون شبك عليها مفاتيح الآلة الطابعة. شافها ستيف جوبز هذا الشيء المهمل قال هذا بزنس، حوله إلى بزنس. طيب التاش سكرين في الجوال كانت موجودة في شركة آي ميت وفي شركة أيضا في شركة أبل، كانوا مطلعين جهاز مسمينه نيوتن، عبارة عن شاشة كبيرة وفيها ستايلست هذا القلم اللي يكتب على الشاشة وفي الآي ميت. فهو ما جاء فكرة الجهاز الذكي السمارت فون، هو ماذا فعل؟ قال هذا الشاشة لو ضاع القلم، لاحظوا السؤال، لو ضاع القلم صارت الشاشة هذه يوزلس، صارت عقيمة ما لها قيمة. طيب سؤال، أنا لن أفقد إصبعي صح؟ إصبعي معي. هذا هو السؤال يشجع الفريق التقني يبحثون عن شركات مثل شركة سامسونج اللي صنعت لهم الشاشات هذه الذكية النقية الـ LD حتى تتحول أجهزة العالم إلى الشاشات التاتش سكرين عن طريق الإصبع. زين جهزنا الجهاز، أنا أريد أن أدخل على النت الآن، خلصنا الجهاز طبعا ما دشنوه، قال الآن الجهاز الآيفون هو جهاز ذكي الآن بالتاتش سكرين. طيب أنا كيف أدخل على النت؟ اللابتوب الجهاز المكتبي يدخل على النت، ولكن هذا ما يدخل على النت. طيب عندنا محرك بحث؟ لا ما هو موجود، موجود هذا ضعيف حق ويندوز. ماذا أفعل؟ صنعوا محرك بحث سفاري خاص لشركة لجهاز الآيفون، سيستم عام، سيستم خاص غير سيستم ويندوز اللي كان موجود في الآي ميت هو الذي أيضا صنع في الآيفون. وبالتالي الحديث الشهير في عام 2007 و 2008 لستيف جوبز كان هو مجموعة اختراعات، مجموعة ابتكارات، ما ابتكره فقط، هو قال ماذا بعد. هذا هو الجمال في عملية قائد الشركة، المدرس، المعلم والمعلمة، عندما يقول للطلاب دائما ماذا بعد، ماذا سيكون في المستقبل. هذه النقطة الجوهرية الجميلة، وأختم بهذه النقطة في الخامسة. الآن عندنا بريك للخامسة والنصف، أتمنى نرجع إلى القاعة الخامسة والنصف حتى نكمل معاكم. شكرا لكم، أسعد الله مساكم جميعا، الحمد لله على سلامتكم. طيب عندنا الآن نواصل بحديثنا عن الفضول. من قتل الفضول؟ الأسئلة الجميلة اللي سمعتها من الأخوة والأخوات بعد الصلاة أو أثناء البريك كانت عظيمة وجميلة جدا، قاعد أحاول أن أجيب عليها من خلال العرض القادم، وباقي لنا تقريبا ساعة ونص، أتمنى أن نكون حاول نلملم الموضوع كثيرا. عادة المعلمين والمعلمات أعضاء التدريس اللي يمارسون التعليم يعشقون من ومتى. هذه من ومتى المقدسة هي التي أثرت على الفضول لدى الطلاب عموما. لماذا لا تتحول الأسئلة بطريقة مرنة جدا بدل ما يكون هناك الإجابة الوحيدة تماما؟ وهذا طبعا بيجون حقين قياس مستوى التعليم والجودة، فيكون فيه نوع من التعارض. كيف نستطيع أن نجمع الأفكار معا أن يشجع الطالب أن يتكلم؟ ترى في إجابة ثانية لهالموضوع، هناك ليست الإجابة الوحيدة التي أطالبك فيها من خلال المنهج. تحدث خارج المنهج، حاول، فكر، تخيل، هنا سيكون من خلال أسئلة كيف، لماذا، وماذا لو. نكست لو تكرمت. لاحظوا تجربتك مع جوجل اللي بعدها لو تكرمت. إيه؟ جوجل يفضح أسئلتك. إذا اكتشفت أن جوجل يقول لك أسئلتك تراها موجودة، يعني شفت السؤال لقيت السؤال موجود، هل تقصد كذا؟ معناه أنك ما استطعت تسأل السؤال العميق اللي فيه كمية فضول كبيرة جداً. فحاول أن تجرب خيالك وتجرب فضولك من خلال جوجل. سؤال، أسئلة جاءتني من الأخوات والإخوة يقولون كيف أصير مبدع؟ كيف أحول الناس اللي عندي في الفصل أو في الجامعة أو في البيت إلى أكثر إبداعاً؟ أنا وجهة نظري يا جماعة، كيف أجعل نفسي مبدع؟ هذا الأهم. أنا المهم الآن في هذه القاعة، أنا وإياكم المهمين. إذا صرنا أكثر إبداعاً، استعدنا للإبداع وبقينا على قيد الإبداع، صار أداءنا
في حياتنا العامة الأسرية والعلمية حتى الوظيفية ستكون أكثر إبداعاً. ركز على نفسك. أول نقطة ركز فيها أول ستيب اللي هي الفضول. اتفقنا يا جماعة؟ أول خطوة حتى أكون أكثر إبداعاً إني أكون فضولياً، أتساءل كثيراً، أحاول أن أتخيل. أنا أعطيتكم تمرينين للفضول وفي تمارين كثيرة جداً، ابحث عنها وحاول أن تصنع أفكار جديدة لصناعة الفضول. اللي بعده لو تكرمت. طيب أنا بمشي شوي لأن نبي ندخل على عنصر آخر. اللي بعده لو تكرمت. هم أخذوا المؤشر اللي كان عندي وأعطوني هذا المؤشر ورهقوني فيه. شباب اتفقتوا معهم على المؤامرة. طيب دائرة الفضول. أنا عندما يكون عندي فضول أكثر يا جماعة، كلما عرفت أكثر، هذه القاعدة الأولى، عندما أنا أقرأ كثيراً، أسأل كثيراً، أتعرف على ناس جدد، هذا سيكون عندي دائرة الفضول الجميلة. كلما عرفت أكثر سيكون لدي تجربة في الحياة أكثر، تجارب الحياة الجميلة، أسمع من الأشخاص، أسمع من الأفراد، أسمع من الدول، من التجارب الجميلة. هنا بسبب إيش؟ إن أنا كان عندي فضول عالي، ستكون تجاربي أكثر وأعمق وأجمل. عندما تكون عندي تجارب الأجمل والأعمق سيكون لدي جاذبية جميلة جدا للأشياء اللي ما أعرفها، وهذا لب الفضول. أنا عندما أتساءل سيكون عندي يقول في نقص في هذا الجانب، هذا النقص هو اللي يشجعني كثيرا للفضول. في واحد من أكبر المنتجين في هوليوود صنع مجموعة أفلام بمجموع تقريباً 10 مليار، مجموع الأفلام اللي أنتجها على عبر المسيرة صنعت تقريباً 10 مليار. هذا الرجل ألف كتاب الفضول هو أساس الحياة، كتاب إنجليزي لم يترجم. يقول الخلطة السحرية حقته أنه صار يبتكر مواضيع للأفلام. يقول أنا أي شخصية مشهورة موجودة في أمريكا أو في العالم أحجز موعد معه، بس أحجز موعد مع هذا الإنسان المميز. أنا مثلا هو يقول أنا إنسان مهتم بالأفلام، ما لي علاقة بالإدارة والقيادة والزراعة، فأشوف أشهر واحد في الزراعة ألتقي معه، أشهر واحد بيل جيتس حجزت معه موعد، فلان وفلان مقدم برامج حجزت معه موعد. ليش؟ يقول أنا ما عندي أي أجندة عندما دخلت عليه، فقط ودي أجلس معه وأجعل فضولي الطبيعي الفطري يتساءل معه. هذه القاعدة يا جماعة استخدموها مع أنفسكم. هذا الرجل يقول أنتجت لي هالمجموعة الكبيرة من الأفلام بسبب الفضول اللي هو التساؤل، إني أتعرف على ناس جدد في حياتي غريبين علي. اللي بعده لو تكرر. طبعا آخر نقطة اللي قلنا صار عندي قدرة على ابتكار الأشياء الجديدة، هي تكملة الدائرة. أنا إذا كان عندي جاذبية أكثر للمعلومات الأفكار الجديدة سيكون عندي قدرة على الابتكار والتجديد. هؤلاء هم الفضوليين المبدعين أكثر. طيب اللي بعده لو تكرمت. اللي بعده طبعا اللي يسأل كثيرا سيكون هناك إجابات للأسئلة وسيكون هنا أفضل الأفكار. فشجع كثيرا الأسئلة، ماذا بعد؟ ما هو هذا الشيء الجديد؟ ما هو الذي سيجعلني أكثر تميزاً شخصياً وفي المنظمة اللي أعمل فيها؟ وأنا كيف أجني المال؟ كيف أجني الشهرة؟ كيف أجيب على السؤال العميق؟ كيف الناس أكسب احترام الناس؟ هذه التساؤلات الكبيرة هي التي ستحصل على إجابات وستخلق لك أفضل الأفكار. اللي بعده لو تكرمت. هذا الشكل يا جماعة موجود في كتاب، للأسف كتاب إنجليزي أو باللغة الإنجليزية، هو كتاب عربي أصلاً عنوان الحيل، لمؤلف قد لا يعرف البعض الموجود في القاعة وأكثركم، لأنه هذا المؤلف مجهول بالنسبة لنا كمسلمين. هذا الشخص يطلق عليه في الغرب في كليات الهندسة والعمارة هو أبو الهندسة، لأن هذا الإنسان عام 1200 ميلادي هو الذي بدأ بثورة الهندسة وصناعة التروس الهندسية. التروس هذه صنعت أول رجل آلي، هذه صورة لأول فكرة رجل آلي، لم تكن فكرة، كانت عمل، كانت محسوسة.
صنع أول، لا أرجع لو تكرمت، صنع أول رجل آلي. الخليفة في ديار بكر، كان هذا الرجل في ديار بكر، الخليفة قال أنا أريد شيء يعلمني عن أوقات الصلاة ويساعدني على الوضوء ويعطيني المنشفة. فعلا صنع هذه الفكرة، صار فيه عبارة عن شخص، مو بشخص، شيء اللي هو الرجل الآلي أو الإنسان الآلي يعطيه هذه الفكرة ويتحرك وقت الصلاة. السؤال العميق اللي سألته البي بي سي اللي هو الموسوعة البريطانية، مو بالبي بي سي، الموسوعة البريطانية، قالت السؤال العميق اللي عند المهندسين كيف كانت تتحرك هذه الآلة. حين الآن نقول بالبرمجة، بالتقنية، بالوايرلس، بالبطاريات، هذا كيف حركها؟ هذا إلى الآن المهندسين يبحثون عن إجابات لهذا الإبداع. لم يصنع هذا الإبداع فقط، هو خلق أيضاً أو صنع ساعة الحضارات، ساعة تمثل الحضارة الصينية والهندية والعربية وحضارات أخرى، جعلها في ساعة واحدة، استخدم تجربة التروس اللي هو ابتكرها. فهذا ابن الجزري، اسمه ابن الرزاز الجزري الشافعي، يعتبر من الكتاب، نسخة وحيدة للكتاب موجودة في أمازون وباللغة الإنجليزية، للأسف لم تترجم، وهذا وحنا نعتقد أن نحن العرب والمسلمين أقل الشعوب إبداعا وابتكارا. اللي بعده لو تكرمت. خلاصة الكلام يا جماعة وشو؟ تحدث مع أشخاص في مجالات مختلفة، تريد أن تكون أكثر فضوليا، تجربتك في الحياة أجمل وأفضل وعندك فضول عالي، دور على الناس من تخصصات مختلفة، وهذه الدرجة العالية من الفضول. طيب الآن خلونا نصنع شيء مثل هذا الفضول. إيه خلاص زين. طيب الآن أريد الأخوان يرفعون هذه البازل، دور على ستة أشخاص من نفس اللون بسرعة يا جماعة، ستة أشخاص، قفوا لو تكرمتوا، قفوا، وقفوا لو سمحتم، الأخوات والأخوان قفوا، دوروا وارفعوا البازل أمامكم الآن. طيب أسرع لكم، أسرع لكم، كل اثنين مع بعض، كل اثنين مع بعض، أسرع شيء، كل اثنين مع بعض، خلاص كل اثنين مع بعض، اسألوا بعض أسئلة تتعرفون على بعض في تخصصات المجالات المختلفة اللي عندكم. لا ما أبيك تجمعها، أبيك تسأله. السؤال هو يا جماعة، أنتوا تحركتم بدون ما تفهمون معي السؤال، السؤال هو دور شخص مثل لونك واسأله وتبادلوا الأسئلة في التخصص. ستة أشخاص غيرت رأيي، أنا آسف يا دكتور. شخصين فقط عشان نسرع الوقت لأنه ما عندنا وقت، اسأل أسئلة عن تخصصك، تخصصه، وأعطيه فكرة عن تخصصك، ولاحظوا الجمال في هالتجربة. طيب خلونا نسمع بعض التجارب يا جماعة، نموذج هل استفاد فعلا من هذا الحوار السريع مع تخصصين مختلفين. الأخوات اللي عندكم تجربة جميلة تشاركونا فيها، دوروا على المايك وشاركونا. أبي النص يا جماعة، الصفوف الأولى سمعت منهم كثير، أبي الأخوات اللي في النص والأخوان اللي في النص. أول مجموعة وين؟ أعطونا تجربة مثيرة للاهتمام من خلال هالتعارف السريع. تفضلي شباب نسمع، الله يعطيكم العافية أخواتي. المايك عند الأخوات لو تكرمت، تفضلي، ما نسمع شيء. شباب المايك عند الأخوات، لا أنت اضغط عليه مرة لين يصير أخضر. زين طالبة في المرحلة الثانوية
ممتاز. تعرفت على اللي بجنبي معلمة تربية أسرية للمرحلة الابتدائية. وش المثير في هالتخصص؟ وش تخصصها؟ وين كيف تعرفت على التخصص؟ تخصصها تغذية، ولكن يقابل في التعليم تربية، فدرس المرحلة الثانوية عفوا الابتدائية، فكانت دائما تطرح أسئلة على طلابها في الصفوف الابتدائية، تسألهم كيف نصبح مبدعين، ما هي الأدوات اللي نستخدمها أو الاستراتيجيات اللي نطبقها كي نصبح مبدعين. جميل، شكرا لك، تحية لها يا جماعة. طيب الأخوان، في تجربة مثيرة للاهتمام؟ تفضل أستاذي. أنا الأخ اللي تعرفت عليه قائد مدرسة وإمام وخطيب ومدرب، يعني كل عمله في الإنسانيات، مجال التواصل مع الآخرين، الإنسان والتواصل. نعم. استفدت فعلا، يعني لأن هي مجموعة من الأشياء المختلفة، بس كلها فيها تجمعها فكرة التواصل الجيد البناء الفعال. جميل، جميل، شكرا لك، العافية. الأخ اللي وراء لو تكرمت. معك الأستاذ مشبب سعيد قحطاني. حياك الله أستاذ مشبب. من محاسن الصدف لقيت الأخ الكريم، تخصص قرب المايك لو تكرمت. من محاسن الصدف نفس التخصص الرياضيات، ولكن هو كمل إدارة وتخطيط والحين على مشارف الدكتورة، ما شاء الله تبارك الله، صفقة يستاهل. جميل، شكرا لكم والعافية. في مشاركة أخيرة عند الأخوات، تفضل أختي الكريمة هنا وراء عندك. أنا أحس المجموعات اللي وراء مظلومين أو مظلومات، في أحد وراء مرة خلاص، يعني نوع من التقدير لهم اللي في النص لو تكرمتم. بعد الأخت. السلام عليكم ورحمة الله، أنا علوم شرعية، معلمة علوم شرعية المرحلة الابتدائية، تعرفت على علوم حاسب، سألتها صراحة سؤال وأفادتني فيه وجزاها الله خير. جميل، هل حسيت أنه في ممكن نستفيد من الحاسب الآلي في تخصصك؟ نعم، كثير جداً. كثير جدا، شكرا لك، الله يعطيك العافية. الأخوات اللي في النص، شكرا لك أختاني، تعبناها معنا. والأخوان تراكم متباعدين، وراكم في جزر، كل واحد قاعد في وادي. هنا ترى انطباع معين عن تفكير الأخوات وتفكير الرجال. لاحظوا العدد حق الرجال ولاحظوا العدد عند النساء، واللي يدرب دائما يجد أنه حرص الأخوات. وأنا سألت هذا السؤال، لماذا حضور النساء أكثر في الدورات التدريبية؟ السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. مريم حكمي، تخصص رياضيات، تعرفت عن الأخت اللي بجنبي، كانت في أول اللقاء كانت تكتب باللغة الإنجليزية، فعلى طول عرفت تخصصها، فسألتها أنت تخصص إنجليزي؟ كذلك اللي بجنبي أيضا تخصص لغة إنجليزية، وأنا تخصص رياضيات. جميل جدا، شكرا لك. طيب أجيبوني أخواتي على هالسؤال، ليش النساء دائما حضور طاغي في الدورات التدريبية؟ نبي صوت نسائي مستقل تماما من دون عاطفة، محايدين. الشباب قالوا ايش؟ فاضين. الشباب قالوا فاضين. طبعا طبعا طبعا. الشباب وش اهتماماتهم؟ وش مهامهم؟ ما عنده الا مهمة واحدة فقط، هو يمسك الجريدة او الجوال او التلفزيون داخل البيت. ولكن الام تدرس، هل تدرسون انتم؟ الام تدرس وتطبخ وتنظف البيت وتراقب، يقول عندها خدامه، بس تراقب الخدامه. ولكن الرجال يقولوا انه فاضيين، هذول فاضيين فعلا. هم نموذج للمتعدد الشيء المتعدد الاستخدامات او الاهتمامات. شكرا لكم. طيب عندكم اجابه واقعيه فعلا؟ الأخت الكريمة اللي هناك. لو سمحت، بس عشان ما يزعلوا مننا أخواننا، وطبعا على رأسنا وعيننا، لكن حس العاطفة عند الأنثى أقوى وحس الأمانة أقوى. حس الأمانة أقوى. طيب في عنصر رجالي عنده تبرير معين، ليش الرجال ثقل ما يحضرون الدورات وتفاعلهم في الدورات شوي؟ طيب أعطونا مايك، وين المايك؟ هنا مايك الأستاذي، بعدين الأستاذ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بكل تجرد قلها. أنا أعتقد أن انشغال الأب بمصدر الرزق والاهتمام بالنفقة على المنزل والاهتمام بهذه والاهتمام هو الأساس. المرأة لا تهتم إلا بالملابس والزينة، نحن نبحث عن الأمان طيب للمال للأسرة. ممتاز. نعم. طيب طيب معليش أنا طيب لاحظوا طيب في نساء هنا معلمات أستاذ الكريم، في معلمات في محاضرات في الجامعة. طيب أنا أعتقد أني سويت أزمة كبيرة الآن. طيب طيب أنا أعتقد أنه هذا فعلا سؤال مطروح، وعملية أنه النساء لماذا يحضرن، أنا فعلا أؤكد تماما من تجربة أن الأخوات من أكثر الناس أو أكثر الكائنات الحية تفاعلا. في ذلك هم فعلا تفاعلهم عالي، الرجال يحسب حساب لكل شيء. هذا سؤال أسألني أحد الزملاء أو أحد الشباب الحضور، قال ليش أنا أخاف، ليش الناس تخاف من السؤال، ليش أنا أخاف أني ألبس تكميلة وأجري. صح، يخرب عند الرجال عند الشباب أحيانا، هو لا يذهب للنادي. طبعا هذا أعتقد أنه قديما راحت، ولكن الحين في تغير كبير إنه ما يبي يلبس تكميل عشان لا يقولون علي، ما يعني ينظرون نظرة ما بزينة، ما يصلي في المسجد اللي هو متعود يصلي عليه بالتكميلة، ما يضحك، ما يبتسم، ما يتفاعل حتى لا أحد يناظر نظرة فيها نوع من التقييم. الدراسة اللي سواها جورج لاند تذكرونها اللي قلت لكم عليها في البداية، وجد في الدراسة أن نسبة الضحك مع مرور الزمن تتغير بالنسبة للإنسان. عندما كان طفلا صغيرا وش نسبة الضحك عنده؟ عالية جدا، وكل ما طلع في السن بدأ الضحك يتوقف يخفت للأسف. السؤال عندما كنا أطفالا صغارا نسأل ليش، ليش كذا، ليش كذا. صرنا نكبر يوم وصلنا سن الآن سن وصل الشباب سن الأخت الكريمة اللي في الثانوي سن 15 سنة والطعش، هذا من أصعب المراحل. ليش؟ لأنه يستحي يسأل حتى لا يقول إنه ما عنده ثقافة، ما عنده معلومة، ويخجل إن أحد يقول ما تعرف هالمعلومة. صرنا نكابر نكابر نكابر. فأهم عادة يا جماعة حطوها في عادة الفضول والكيروسيتي، اسأل ولا تخجل، خلي عندك عادة لذة السؤال. رحت مناسبة معينة اسأل، اسأل الشخص اللي بجانبك، ركبت الطيارة خليك فضولي. في من عادات بعض الناس حتى يكسر عنده العادات الاجتماعية السلبية اللي هي الخوف والرهاب الاجتماعي، يقول للطبيب اركب الطيارة روح مكان انتظار وتعرف على اللي جنبك، لأنك أو مرة واحدة في حياتك بتشوفه بتنتهي. تعلم هالثقافة إني أنا أدخل على واحد واتفت عليه مو على طول السلام عليكم بدي أتعرف عليك، يبغى له ذكاء، يبغى له التقاط خيط معين. الجو حار هنا يقول إيه نعم ممكن، ويبدأ السالفة. أنا سأتجرأ أكثر، سأتعلم مهارات الحوار أكثر وطلاقة اللسان. أنصحكم جربوها في انتظار مشاغل الخياطة، في انتظار الطوابير التميس أو الفوال، التفت على جنبك واسأله، اصنع سالفة. هذا هو الفضول الجميل واللذيذ. طيب أنا عندنا يعني نقاط مهمة، عندنا النقطة الأخرى قلنا السي الآن. وش السي؟ اللي هو أول عنصر من عناصر إعادة الإبداع والبقاء على قيد الإبداع، الخطوة الأولى اللي هي الفضول. بالإنجليزي سي كيوريوسيتي، احفظوها كده معي. الحرف الثاني الآر في القانون اللي هو ريسورسز، الموارد. مواردك الشخصية أنت، وش اللي يكونك، وين نقاط القوة لديك. من خلال هذا التمرين يا جماعة تخيلوا معي كنتوا راكبين سفينة، وهالسفينة أبحرت أبحرت، وفجأة توقف الجي بي آر إس نظام التحكم، مشت مشت بالغلط لين طاحت على جزيرة. إلى الآن الواقع ممتاز ما في إشكالية، الواقع إنه شفتوا هالأشكال في الجزيرة آكلي لحوم البشر، ها
فهم نظروكم هالنظرة. شوف النظرة هذه، شافوا الآن هذه السفينة المليانة سيأكلون هذا الجمع، إلا بشرط. الشرط ما فهمتوه، لأن جاء واحد من الأشخاص اللي قبضوا عليهم سفينة سابقة ويتكلم عربي، فهو قال لهم أنا أقدر أصير مترجم، فأنقذوه، أنقذ حياته بأن قال لهم أنا مترجم أقدر أترجم لكم. ففعلا نجا هذا الإنسان. تخيلوا أنتم الآن لأمامي، دخلتوا هالجزيرة وفعلا صرتوا في هذا التحدي الكبير. السؤال ما هو؟ وهذا السؤال للأخوان والأخوات الآن اللي مشوا في أعمارهم كثيرا، درسوا، مارسوا التجارة، مارسوا التعليم، هل تعرف وش المهارة الأساسية القوية اللي موجودة عندك؟ هذا السؤال العميق. أتمنى كل اثنين غير متشابهين بالبزل سولفوا مع بعض، وش المهارات اللي موجودة عندك؟ ما شفت أحد تحرك. الإخوان اللي مع بزل لون غير، دور على شخص لونه مختلف عنك وسولف معه وش المهارات القوية اللي موجودة عندك. مهارة ما هي مرتبطة بالتصوير ولا الحاسب الآلي ولا الكهرباء، لأن ما في كهرباء هناك. مهارة أصيلة، زين، ما هي مرتبطة بالآلة الخياطة ولا شيء، مرتبطة بأن شيء موجود فيني الآن، طعت في هالجزيرة وتوهكت. وش اللي يخونا؟ جاهزين؟ ممتاز. الحين نعطيكم المايك عشان الوقت. يا أخواتي إخواني نسمع أسرع مجموعة لو تكرمت يا أختي الكريمة. اللي جاهزين يرفعون عشان الأخت الكريمة تشوفهم هنا ورا. أختي أعتذر منكم، بعدهم هنا الإخوان، هنا بعدهم. تفضل أختي الكريمة. طبعا مهارتي الطبخ. نسمع. الله يعطيكم العافية. المهارات الأصيلة، تفضلي. طبعا راح أطبخ لهم. شباب نسمع. الله يعطيكم العافية. كأني أتخيل إن في شيء نذل نذالة الآن، تفضلي. راح أطبخ لهم، أتولى مسألة طباخة ماهرة. هذه المهارة القوية الموجودة عندك، قالت أنا سأنجو بنفسي إن أنا أقول أنا طباخة ماهرة، فبتطبخ من سيسقط حظه في هذه السفينة. الأخوات اللي هنا لو تكرمت اللي ورا هنا، أي في الطرف، لأنه أول ناس رفعوا أيديهم. جاهزين شباب؟ نبي ناس من ورا لو تكرمتم. ممكن أنا ومجموعة. غير الطبخ. طيب ارفع صوتك. أنا ومجموعتي، أنا وزميلتي. أخواتي نسمع لو تكرمتم. أنا ممكن أسوي لهم جلسات تعديل سلوك، يعني أعدل سلوك. أي ممكن. مين اللي بترجم؟ طيب هذه من المهارات الجميلة، شكرا لك. أنا أبغى أقول لهم أنا عندي مهارة التنظيم، بنظم لكم الضحايا، في ناس بخليهم غدا وفي ناس عشاء وفي ناس وتختاري لهم يعني مثلا. أيوة. والله هنا نسبة دهون أصنفهم عالية، أصنفهم لهم. ممتاز شكرا لك. الأخ الكريم. لا أنا بتزوج واحد فيهم القائد. لك العافية. السلام. فضل هنا الأخ الكريم، أعطوه المايك. وين المايك حق الرجال؟ هنا هنا هنا. مين اللي مع المايك؟ تفضل أستاذي. بعد الأخ الكريم. تفضل أستاذي. المهارة اللي جنب الأستاذ ماجد اللي هو الابتسامة الدائمة ما شاء الله عليه. لكن الابتسامة. عندي مهارة أكمل اللي وبجيب الذبايح. الذبايح. شكرا لك. أكمل العشاء. جميل. الأخ الكريم. تفضل. راح أقول لهم ترى بصراحة أنا نحيف، ترى ما راح أكفيكم يعني وجبة سناك، في ناس بعدي ترى أكثر. دلهم على الناس. إيه. شكرا لك. من الأمثلة اللي سواها واحد من الشباب، قال أنا بنحت لهم إله. الرجل باع كل شيء لأجل النجاة من الموت، قال أنا سأنحت لهم آلهة لأني أنا نحات. فهذا نموذج من اللي خلاص ترك كل شيء لأجل النجاة بنفسه. سؤال هذا يا جماعة طريف شوي ولكن عميق. أحياناً بعضنا عنده طاقة إبداعية خيالية، يتخيل كثيراً، يتساءل كثيراً، بس ما يدري وين يحط
رجله. يقول أنا عندي أفكار، عندي إبداع. واحدة من الأخوات حضرت عندي برنامج وشبه يعني أسبوعيا تتصل علي تقول أنا عندي فكرة جديدة، فكرة مرة في المدن، في الشوارع، في الزراعة، في الطب، في كل شيء، عنده خيال واسع. هذا جميل ولكن غير ناجع، ما يصلح. اللي يصلح هو أن أكون عندي تركيز عالي في مهارة محددة. اللي بعده لو تكرمت، خذوا معي هذا المشهد ولاحظوه وشاهدوه بعمقه. تفضل أستاذي، انقر على الشاشة لو تكرمت. طلعت إعلامي فاشل ليش؟ لأني أردت أن أكون سينمائياً ففشلت أن أكون سينمائي وأخرجت أفلام، وأردت أن أكون ممثلاً ومثلت فيلماً اسمه حبي في القاهرة وضرب رقم قياسي بالفشل. أنا وأحمد قاسم المطرب العدني مع نزيف البدراوي، رقم قياسي بمشروع، نعم بالفشل، نعم يمكن نجح في عدن عشان المطرب عدني مع عدن المؤقزة. أردت أن أكون مخرجاً مسرحياً ما وفقت، أردت أن أكون مغنياً كما قلت لكم ما وفقت، وانتهيت إلى كاتب، ولربما كاتب ليس من الكتاب الذين يشار إليهم بالبنان. ولذلك أنا أقول لك التخصص الإعلامي رائع جداً، وأوصي كل الشبان ومن يطالعون الآن أنه تجدد مع الجديد الذي تفرزه الحضارة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تخصص، لا تصير مثل نجم عبد الكريم ترهل ولم يمسك بأي واحدة من فنون الإعلام، أصبح بين هذه وتلك صفقه. دكتور كلمنا عن الرجل الحديدي، هذا أنت اشتركت معي فيها. أي بس نبي المشاهدين هم يعرفون. طب قل لهم أنت الرجل الحديدي. الرجل الحديدي كنا هنا الجراندايزر جراندايزر الرجل كما الحديدي. تعرف أنا عندي خلفية في تقليد الأصوات، وكنا نقدم هذه التمثيليات بالدبلجة العربية. نعم. واشتركنا أنا وياك في العديد منها. أتذكر فقط لحظة يعطونك دور، مثلا دور العجوزة، فتظل طول عمرك بالعجوزة. السلام عليك، كيف أنت يا سيدي، ظل العجوزة بس. لكن أنا يعطوني أكثر من دور. أي. وفصادف أن الثلاث أدوار اللي عندي كلهم مع بعض التقوا مع بعض. تعال. طب أنا عندي سابقة مثل ما قلت لك في الإذاعة. فجاء الدكتور عرفان، ماذا تفعلين هنا أيتها العجوزة؟ لقد جئت لكي أرى العفريت. وأين هو؟ هذا هو، أرني. فالثلاث مع بعض فكانت أيوة. وقف المقطع الكرام، يسير الخير يخرج. طيب. واحد الدكتور فايق، هذا الشخص تعرفونه؟ ربما البعض منكم يعرفه. عمره في الثمانينيات أو الثمانين، من قدامى الممثلين الكويتيين اللي بدأ مع أشخاص أكيد تعرفونهم، سعاد عبد الله، عبد الحسين عبد الرضا، غانم الصالح، خالد النفيسي، هؤلاء الأسماء الكبيرة هذا كان بادي معهم. أنتم ما تعرفون هالأسماء بعضكم ولا يعرف هذا الاسم. إيش السبب؟ اللي سواه هنا قبل شوي بتاع كله عدم التخصص، يريد أن يكون يكسب التصفيق في أي لحظة، شاعراً، كاتباً، مقلداً للأصوات، مخرجاً، مغنياً. هو يقول بنفسه للأسف الشديد أنا ما فلحت بأي واحدة فيهم، ما يعني ما تميزت، سبع صنايع والبخت ضايع. هذه أكبر مشكلة يعاني منها المبدعون والمبدعات. ذلك الطلب ما هو؟ تخصص. تخصص في مجال واحد افني فيه كل حياتك. أما أنك تقول بكون كل شيء، بقرأ في السياسة، بقرأ روايات، بقرأ قصص، بقرأ في كل مجال. طيب وبعدين الخلطة الخاصة فيكم لن تخرج، المجال التميز حقك ما يخرج. يجيني سؤال يقول طيب أنا مشكلتي، وش مشكلتي؟ ما أعرف وش عندي، صح؟ هذا السؤال يتردد علي، يقول صح كلامك أنا فعلا بس أنا ما أدري وش اللي عندي. هذا سؤال ترى عميق جدا، كثير من الناس ما يكتشف ذاته إلا في سن متأخرة، ما يدري أنه يملك صوت عظيم. مثلا في مشرد أمريكي عمره 55 سنة كان فصل من الجيش الأمريكي وانقطع عن أمه 30 سنة لأنه كان يعيش في بيوت الكراتين في الغابات الأمريكية. كل صباح ماذا يفعل؟ يمسك ورقة كرتون
كاتب فيها صباح الخير ممكن تساعدني بالمال. هذه مكتوبة هنا، وهو يقول له الصباح يقدم نفسه للناس اللي عند إشارة المرور بصوته اللي ما يشعر إنه فيه شيء، كان يفتحون له الدريشة يمسك الورقة صباح الخير أتمنى لك اليوم سعيد فليحفظك الرب. في واحد من الصحفيين فضولي صحفي حقيقي من قناة روسيا اليوم مسك الجوال وصور هذا المشرد عام 2009 مثل علمني. هذا شخص آخر ترى علمني غير، بس علمني مساكين على قده يمكن إعلانات تجيه، ولكن هذا المشرد صوره وحطه في اليوتيوب عام 2009 في أسبوع واحد حصل مشاهدات 19 مليون مشاهدة. ليش؟ لأنه كاتب على العنوان The Golden Voice صاحب الصوت الذهبي، توالت المشاهدات. ربع المشردين شافوه قاعد يقول الناس يدورون عليك وينك كاش تبي، قال الناس يبحثون عنك القنوات والصحافة وش المشكلة، جابوه قالوا تعال انت صوتك ذهبي ولابد ان نستثمر هالصوت. تحول هذا الانسان المشرد الى افضل معلق على مباريات البيسبول في امريكا، افضل اصوات للتعليق على الاعلانات التجارية في امريكا. جابين صورته قبل وبعد، بعد ما نظفوه وسمكروه صار انسان مختلف تماما، جابوا بيته حياته الخاصة، عنده سكرتارية وعنده مدير اعمال وعنده شيء، وعمره 55 سنة. وش السبب؟ ما عرف نفسه إلا في سن متأخرة. في بريطانيا في برنامج اللي هو British Good Talent، هذا مشهور جدا على مستوى العالم، في إحدى المرات صعدت امرأة عمرها 48 سنة، أول ما صعدت قالوا وش المهارة اللي عندك؟ قالت الغناء. سخروا منها الناس، الناس جايبين سخريتهم عليها. بعد ما غنت غناء أوبرالي هو هذا معروف عند الغرب، العالم كله صفقوا لها، وتحولت هذه الإنسانة من إنسانة تعيش في قرية صغيرة من قرى بريطانيا إلى إنسانة تملك الملايين. متى اكتشفت المهارة اللي موجودة عندها؟ عمرها 48 سنة. سؤالي هو اعرف مهارتك بدري، بس كيف أعرفها؟ ممتاز، هذا السؤال الجميل من خلال هذه الأسئلة السبعة. صوروها وابدأ الآن، أبي كل واحد فيكم الآن يمسك القلم ويحاول أن يبحث عن شغفه الأساسي. لا يمكن أبداً أنك ما تملك شيء، ما تملك إجابات على هالأسئلة السبعة. حتى لو جاك أشهر واحد يعطيك كوتشينج أو يعطيك استشارات بيسألك هذه الأسئلة، أما لو تقول ما أدري هذه مشكلتك، يبغالك إعادة تهيئة، يبغالك سيستم جديد، بيئة جديدة. ولكن بالتأكيد عندما تسأل بماذا كنت شغوفا في طفولتك بتتذكر شيء. أنا شخصيا عرفت أني خطاط أو فنان وأنا عمري أنا في سادس ابتدائي. في سادس ابتدائي طبعا كيف جاء السؤال؟ في رابع ابتدائي طلبت من عمي، طلبت من أبوي وكان عنده عمي، أنا أبي صحيفة للمدرسة. فقال أبوي أنا ما أعرف أخط، قلت ودي عند خطاط. قال طيب عمك خطاط، قلت لا لا يا أبوي لا تستهبل علي. قال لا لا عمك خطاط. فجبت الأقلام وشفت عمي وأنا طفل صغير إلى الآن أتذكر اللحظة أمامي وهو يمسك القلم ويخط الأسطر اللي كانت مطلوبة مني. من السعادة الجميلة اللي كانت موجودة في صدري وأنا واقف في طابور الطلاب أفتح الصحيفة وناظرها، أول عمل فني أشوفه في عيني. أبوي مو فنان، فبالتالي أنا ما تعودت على الفنون وأنا صغير. هذه أول لحظة أتعرف أن شيء اسمه فن. بديت أحب الخط، صرت في سادس ابتدائي خطاط المدرسة، كان ينادوني، أتذكر هم ينادوني أكتب أسماء الطلاب في البوليس السري، فكانت هذه معناها أني فخم جداً، ينادوني خصيصاً أكتب على الوشاح، هذا معناها أني الآن خطاط. هذه اللحظة أني أنا أتذكرها منذ الطفولة. شكراً لك.
طيب هذه اللحظة الشغف يا جماعة أنا حافظت عليها إلى الآن، أنا أمارس الخط والرسم، عندي هاشتاج مسويه أو كاتب عليه البقاء على قيد الإبداع. الشاهد إيش فيه؟ إني دائماً حدد لي وقت أقعد في كافي في طيارة في مكان ومعي الأقلام وأرسم. للأسف أحيانا هالعادة تغزوني في الاجتماعات، أرسم وشخبط وأنا مركز تماماً. السؤال هو أنا ليش جبت هالرابط؟ قابلني أحد الأصدقاء من فترة منقطع عنه، قال أبو طارق سلامات أنت فاضي هالأيام عاطل ليش؟ قال أشوفك دائما تنزل في تويتر رسوماتك، فهو حاط مقياس إن أنا مدام إذا أنا فاضي برسم، وهذا معنى خاطئ جدا. بالعكس، حتى تبقى على قيد الإبداع مارس الشغف، خلي الشغف هذا دائما معك. أنا أختار هذه اللحظة الجميلة في الصباح الباكر بعد ما أودي الأولاد المدارس، أقعد لي في كافي قبل ما أروح العمل ساعة سبع سبع وربع، أحاول إني أقعد على القلم وأرسم. هذه اللحظة هي لحظة الشغف. عملي مو بخطاط ولا رسام، ولكن هذه لحظة من اللحظات اللي ساعدني على ممارسة الشغف. أنتم كذلك الآن ارجعوا للوراء قليلا إلى مرحلة الطفولة، وش الشغف اللي كان يطغى عليكم؟ سيكون هو أول طريق لك يساعدك أنك ترجع شوي. بعضكم كان متحدث بارع، بعضكم كان صوته جميل، بعضكم كان قائد، عنده شيء معين يميز على آخرين. هذه النقطة اللي أبحث عنها. في سؤال هناك، تفضل أختي الكريمة. الصوت ما أسمع. الله يعطيك العافية أخوي محمد. بس بعلق، ارفع صوتك. هو بعلق بس على إضافة، انك تقول انك اكتشفت انك خطاطة وانت في صف سادس ابتدائي. انا اكتشفت اني خطاطة وانا معلمة، ما شاء الله. اكتشفت اني خطاطة ورسامة ومصورة، يعني كل الاكتشافات هذه كانت بسبب مين؟ بسبب طالباتي. جميل. انا عندي فنانة تشكيلية في اول ثانوي، الطالبة مي ظاهرة للعلن لكن باذن الله حتسمعون اسمها قريبا، اسمها شيماء الشمري من الثانوية الأولى بالعويقيلة، ما شاء الله. بإذن الله حيسمع اسمها قريبا بسبب أن احنا جالسين نطلعها. فلذلك أنا اكتشافاتي كلها ممكن تكتشف شغفك بسبب أحد ثاني. صحيح. فأنا كل شغفي واكتشافاتي كلها بسبب طالباتي. يا سلام، تحية لها يا جماعة. أرجوكم تلذذوا بلحظة اكتشاف الموهوب، اللحظة الجميلة عندما تقول للإنسان ترى عندك شيء جميل، ترى لها قيمة عظيمة جدا لن تنسى ابدا. ابن الذهبي، الامام الذهبي، هو طفل عادي يذهب الى شيخه فيطلب عند العلم. شيخه طلب منهم شيء فكتبوه، فجاء هذا الطالب بكل شغف يريه ماذا كتب ويوريه كيف كتب. هذا الامام العظيم، الامام المزي اللي هو شيخ الذهبي، قال له عندما راى الخط: ما شاء الله يا بني، خطك يشبه خط المحدثين. وش قال له؟ يشبه خط المحدثين. هذه الكلمة جعلت الذهبي إمام المحدثين عبر التاريخ. لحظة صناعة الدهشة. بعض الناس للأسف الشديد يمارس صناعة التبكيت. معلم درسني في المرحلة المتوسطة مع زملاء، غفر الله له وأسكن جنات النعيم، توفى. هذا الإنسان يذكرني موقف لأحد زملائي، يقول رحت شفته بعد سنوات، بعد ما جاني ولد عمره 9 سنوات، قابلته في الحرم فسلمت عليه وحبيت رأسه، بعدين ما شاء الله هذا مين؟ قلت هذا عمر يا أستاذ فلان. ما شاء الله تبارك الله، سلم عليه وقال: عسى ما أنت بغبي على أبوك، عسى ما أنت بغبي على أبوك. خوي لكيع، قال: لا أبشرك أستاذ، تغير المدرسين مو مثل الأول. فرد له الصاع صاعين. هذه النوعيات من البشر كم دمرت، كم حطمت، ولكن في نوعية أخرى من الناس فعلا صانع للنجاح. الأسئلة هذه يا جماعة صوروها، بتاخذ وقت في الإجابة. أتمنى تخصون الويكند هذا القادم لاكتشاف الشغف. الأسئلة هذه السبعة هذا جزء، ودوروا عندكم، اكتبوا عندكم. في اختبار طويل تقريبا لواحد مدون، الله يعطيه العافية ناس اسمه، اكتبوا اختبار الشغف
موجود في تويتر وموجود أيضا في جوجل، سيساعدكم على أنه أيضا تبحثون عن جوانب إضافية في اكتشاف الشغف. طيب اللي بعده لو تكرمت، أيضا من الوسائل اقرأ وابحث وحاول أيضا تدخل على اختبارات لتحديد نوع الذكاء اللي تملكه. هل عندك ذكاء اجتماعي؟ تواصل مع الآخرين، هذا بزنس، هذا يكون عندك فرصة كبيرة جدا تكون مدرب مدرس رائع جدا متميز، قدرة على العلاقات العامة، يعني الذكاء هذا سيفتح لك آفاق جميلة. الذكاء البصري اللي هو يدخل في التصوير والرسم، الذكاء البيئي. باختصار أسامة الدغيري، هذا الشاب عنده كمية ذكاء بيئي خرافية، علاقته مع الحيوانات أكرمكم الله، هذا تدل على هذا الإنسان موجود في كمية ذكاء بيئي عالية. ذكاء السماعي اللي هو يدخل فيه الصوت الجميل وكل الأصوات الجميلة اللي موجودة في الحياة، من يصنعها لنا؟ هذا اللي عنده ذكاء سماعي أو موسيقي عالي. الذكاء اللغوي اللي يتحدث بلغة فيها بلاغة، يكتب بلغة فيها بلاغة، يكتب بلغة فيها إبداع وتميز، هذا اللي عنده اللغة أو الذكاء اللغوي. طبعاً أنصحكم اقرأوا فيها وتوسعوا فيها لأنها ستساعدك أنك تعرف وين نقاط القوة لديك. اللي بعده، طيب التحدي ما هو؟ هذا نموذج لواحد باحث مجري اسمه ميهالي، بعدين اسم طويل لن أستطيع أن أقوله بلساني حتى لو كتبته بالعربي، وأصعب الأسماء طبعاً اللي موجودة في العالم، يسوون مسابقات على اسمه، اكتبوا ميهالي وتشوفون نتيجة جوجل يجيب لكم الاسم الطويل، أتحداكم تنطقونه. هذا ألف كتاب اسمه The Flow of Creativity، التدفق الإبداعي. هذا الكتاب عشان تعرفون قيمته على مستوى العالم إلى الآن ما ترجم 10,000 أو رفرنس أو رجوع له في جوجل. The Flow of Creativity، التدفق الإبداعي لواحد اسمه ميهالي، يقول إنه عملية وصول لدرجة التدفق العالية في الإبداع ستمر بهذا السلم بهذا الطريق. أول مرحلة المبتدئ، لا تحكم على نفسك أولا أنك ما تصلح، أنت ستكون مبتدئ ضعيف متهلهل، في عندك ضعف، في عندك خلل، في عندك هشاشة في أفكارك في طريقتك، عادي جدا، كل الناس مروا كذلك. في هاللحظة حتى تصل إلى اللحظة الخبير سيكون عندك قلق، وهذا القلق الإيجابي اللي يدفعك للتحسن، يخليك تقرأ كثير، تتمرن كثير، تطلع قدام الناس كثير، تسأل كثير، تحاول أن تبحث أي مكان في العالم يجعلك في اللحظة الرائعة. هذا القلق ترى طبيعي جدا، كل واحد، أنا اليوم يوم خرجت أمامكم أنا كنت في لحظة قلق، فبالتالي هذا القلق هو القلق الطبيعي يجعلك دائما تتحسن تتحسن تتحسن. مع هاللحظة ستأتيك بعض الأزمات فتنزل وتروح إلى لحظة الملل، انتبه، سنتكلم عنها في العنصر الثالث في النموذج. أنا أهم شيء عندي وين، كيف أصل لنقطة التدفق. سمي الاسم، الاسم اسمه The Flow of Creativity، والمؤلف ميهالي اسمه. ها؟ لحظة لحظة لحظة، زين أعطيها المايك، ما شاء الله تبارك الله. الآن الأخت الكريمة ما شاء الله تبارك الله بتخوض التحدي، نطق الاسم، فضلي. ميهاي تشيكسنتي ميهاي. الاسم مرة ثانية واسمعوا زين. ميهاي تشيكسنتي ميهاي. ممتاز، تحية لها يا جماعة، شكرا لك. من أصعب الكلمات يسوون عليه، حتى يدخلوا على جوجل على يوتيوب في ناس يتحدون بعض في نطق الاسم، لأنه شخص مجري ومهاجر إلى أمريكا ودرس الإبداع فأعطانا هذا، شكرا لك أختي الكريمة. كيف أوصل إلى درجة التدفق الإبداعي؟ كيف أصل إلى أن يكون واو؟ كيف أصل إلى نقطة بيل جيتس، محمد صلاح، نقطة اللي هو وصلت إلى القمة؟ في أكثر من باحث درسوا هالظاهرة، واحد فيهم يقول درست 10,000 شخص بين فنانين ولاعبين، يعني مجموعة من الأشخاص اللي يجمعهم عنصر التميز،
وش عاداتهم للوصول إلى هالنقطة الواو أن يكون شخص معروف على مستوى العالم؟ قال هي قاعدة سلسة جداً بس فيها تعب. مستعدين لها؟ أنا عمري 20 سنة، إذا وصلت عمري سن معين سأصل للنقطة. هذه القاعدة يبدأوا فيها بأطفالكم ويبدأوا فيها بدواتكم، بس فيها تحدي كبير. 5 ساعات يومياً، 5 ساعات يومياً أصرف فيها وقتي على شيء محدد بس، ما في شيء غيره. 5 ساعات يومياً لمدة 5 أيام في الأسبوع لمدة 10 سنوات. أوه هنا الصعبة. بس أعدكم وأجزم لكم إذا سويت هذه العادة ما في شيء آخر يشغلك إلا هذه العادة. عمرك 30-40 ستكون نجم في مجال محدد تماماً، واضح تماماً، لأنك قاعد تسوي شيء واضح بس. عمرك 10 سنوات 20 سنة، واو. 4 سنوات 14 سنة عمره سيكون واو. لاحظت أنا أطفال عازفين رائعين على البيانو، متحدث أو رسام. عندما ترجع إلى تاريخ هذا الطفل أو الطفلة ستجد أن آباء يقول بدينا معه عمره 3 سنوات بدأ يمارس هذا الشيء. شخص آخر يقول بديت وعمري 20 سنة، يوم بدأ وصل 30 سنة وصل اللي هي قمة التدفق الإبداعي. خلاص مرحلة الواو للناس كلهم، كلهم يقفون لا تصفيقاً وانبهاراً لأنه كان ركز بس. مشكلتنا حنا يا جماعة نبي كل شيء بسرعة، نبي ناخذ البريق السريع. ما شاء الله عليه، والله يعرف ترى كمبيوتر ويعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا، ما شاء الله تبارك الله. كلمة موسوعة كانت تبهرنا، صح؟ كلمة إن هذا الإنسان موسوعي كانت لذيذة جداً إن أسمع يقول ما شاء الله تبارك الله، هذا تسأل أي سؤال يجاوبك. هذا ترى يا جماعة خطيرة جداً. أنا أحد أصدقائي فنان عنده أفكار خرافية، يقول تصدق أبو طارق أنا أعرف كذا، صدق أبو طارق أني أعرف كذا، صدق أبو طارق أني أعرف كذا، ولكن وين موقع الآن؟ مغمور، مغمور. هو عارف نفسه أنه مغمور، هو مثل نجم عبد الكريم. مبهر النجم عبد الكريم قاعد يقلد أصوات، هو من الأصوات اللي قلدوا عدنان ولينا، ولكن لأنه ما كان عنده تركيز. فالخطوة الثانية بعد ما أكون فضولياً ما هي؟ ريسورسز، أعرف الريسورسز اللي موجودة، أعرف كنوزي اللي أنا أملكها. هذه بإذن الله سبحانه وتعالى ستساعد كثيراً على عملية الوصول لدرجة التدفق الإبداعي. في أحد عنده سؤال سريع؟ أنا شفت أيدي مرفوعة. تفضل أختي الكريمة، الصوت خلينا نسمع. أنا شفت يوم من الأيام كذا مقطع لسيدة كانت تتحدث زي كذا في مؤتمر، فكانت تقول ركزت كل يوم ساعة فقط وليس 5 ساعات. يعني هذا يعتبر معقول؟ 5 ساعات كثير جدا. يعني هو طبعا في ناس يقولون 5 ساعات، ساعة فقط، ربع ساعة الأولى تعلم الطبخ، أنها كانت تقريبا فاشلة في الطبخ. ربع الساعة الثانية رياضة، النص الساعة الأخيرة لغة إنجليزية. فكانت تقول الآن أتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، نزلت كثير من وزني وأطبخ بمهارة. يعني جميل. وين مستوى سمعتها؟ سمعتها وين؟ أنا أتكلم ترى على مرحلة الواو العالمية. حنا نعرف محمد صلاح، صح؟ نعرف ميسي، نعرف إنسان مثلا أحمد زويل، نعرف أسماء كبيرة. هذول الأسماء الكبيرة على مستوى العالم، بيل جيتس، ستيف جوبز، عاداتهم هي 5 ساعات على مستوى العالم. يصير على مستوى المحدود الأقليمي المحلي في داخل مدينة قد يكون مميز، ولكن عندما يكون أنا عندي أكثر من نشاط لن أستطيع أن أكون في قمة تميزي. معلش دكتور، تفضل أختي. أنا أشوف 5 ساعات مو كثير، بالعكس، لأن إحنا نقعد على الجوال أكثر من 5 ساعات في صحيح؟ يعني السناب بالذات هو الواحد هو أكبر سارق للوقت جدا. يعني أنا أحس أنها أكثر من 5 ساعات نقعد على السناب وأنا على مشاهير
نضيع وقتنا على ما في قيمة تضاف لنا جميعا ولا شيء بس جداً، وذلك الناس. يعني عملية أنا أقول ساعة صح نجحت، ولكن نجاحها محدود، ربما أنا أقول ما أقول ربما، هي قاعدة، حتى بعضهم قالوا 3 ساعات، بس أهم شيء أني أبدأ من الآن أصرف وقت طويل على شيء محدد ينفعني بعدين، يجعلني في قائمة الناس المميزين، كاتباً أي مهارة. أنا ما ودي أركز مهاراتكم، أخليكم تدوخون شوي. أنا دخلت على لينكدين الموقع حق الوظائف أو حق عرض تسويق للشخص ذاته، يعطيك التخصصات تمسك راسك، قائمة التخصصات الدقيقة في كل مجال تمسك راسك تماما، تعرف كم هو قيمة وروعة التخصص الدقيق. فأنصحك لا تقول أنا معلم وبس، لا تقول أنا موظف وبس، لا، ركز 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 لين توصل النقطة الجوهرية الجميلة. ميزة الدراسة في بريطانيا، بريطانيا فيها عيوب كبيرة في عملية الدراسة، بس في ميزة يقول لك أنت الطالب الإنسان الوحيد العالم في هذا الخط في الدكتوراه. يعني يقول لك هذه دائرة الدكتوراه، في نقطة في الدائرة ويمدها إلى منطقة معينة يقول هذا أنت في العلم، أنت أعلم واحد في هذا الخط في هذه النقطة. في أمريكا نسبياً العالم عبارة عن متشابهين في المعرفة، درسوا مناهج فاختبروا اختبار الشامل فراح يسوي بحث تكميلي ربما لما درسه. ليست إساءة لأمريكا، ولكن هي تحديداً التخصص الدقيق تماماً للإنسان. طيب خلينا نمشي شوي. النقطة الثالثة من نقاط استعادة الإبداع والبقاء على قيد الإبداع، احنا اتفقنا سابقاً قلنا إيش أول عنصر؟ أي حرف؟ السي اللي هو الفضول، بعدين إيش؟ الآر، الآن الإي اللي هو الأنثوثيزم الحماس. أهم مرحلة من المراحل هذه الخطيرة جداً. أنا عرفت أني مبدع وعرفت أني عندي مهارات إبداعية، واجهتني الصعوبات اللي وريتكم إياها، مرحلة الملل. انتبهوا كثيراً من مرحلة الملل والخوف في مرحلة البحث عن الذات الإبداعية والبقاء على قيد الإبداع. هذا الخوف وهذا الملل سيصادفك كثيراً جداً، ولكن هذا العنصر، عنصر الحماس والمحافظة على الذات والمحافظة على أني أنا عندي شغف كبير جداً أن أصل، لابد أن تحافظ عليه كثيراً. هذا العنصر اللي بعده لو تكرمت، بعض الناس توقف في مراحل مبكرة في حياته وثم يأس. لاحظوا أكبر أثرياء العالم، مو بالأمريكا، العالم، أول واحد صاحب سوبر ماركت ضخم جداً على مستوى العالم اللي هو وول مارت، متى بدأ البزنس عنده؟ 44 سنة. اللي مؤسس أديداس كم عمره؟ 49 سنة. بعض الناس إذا وصل للثلاثين يقول لا خلاص، صح؟ راح الشباب. الآن صار إنسان يبحث، 40 خلاص أنا ميت، 50 خلاص قاعد يدور العصا إنه بيمشي. يأس، صار يقول إحنا دور التقاعد، وصار يناظر دائما وجهه في المرآة، وصار يتضايق من شكله ويتضايق من الناس يعرفون عمره بشكل مزعج جدا. مع إن الآن لاحظوا هذه النماذج ما توقف عندهم الشغف ولا الحماس في الحياة. فهذا معنى الأخوات والإخوان في مرحلة معينة من العمر يبدأ يخاف إن الناس يعرفون عمره، يخاف إنه يقول خلاص أنا الحين وصلت سن معينة ما عندي إنجازات في الحياة، ما عندي شيء جميل، وخاصة بعد سناب شات كما ذكرت الأخت الكريمة. سناب شات يحسسني أنا إني أنا صغير، إني أنا بايخ، إن أنا ماني قيمة. شوف هذا يسافر على حساب الشركة، هذا يأكل كل يوم، تأكل كل يوم في مطعم، هذول اللي عايشين، هذول اللي عندهم شيء، أنا اللي ما عندي شيء. فأنصحكم احذفوا سناب شات، إحنا أكبر شعب في العالم عنده سناب شات، شركة سناب شات تترزق من ورانا، لأن سنا ناظر الناس ونبدأ نصنع الغيرة في ذواتنا والحنق على أزواجنا. إيش رأيكم؟ صفقوا. طيب الناس راحوا أذربيجان، راحوا مكان معين في العالم جميل، تلتفت على زوجها تقول له شوف الناس اللي يسافرون،
كله بسبب سناب شات. هذا الشخص ستاربكس أسسه عمره 51 سنة. ستاربكس أو اللي اسمه هذا اسمه تشارلز فيلت كان يشتغل في شركة تبيع البن القهوة بس في أمريكا. سمع عن مؤتمر في إيطاليا وراح سافر إلى إيطاليا حتى يحضر هذا المؤتمر ليبيعون أو معرض عالم يبيعون فيه البن. فقط الهدف إنه يجيبون أكياس البن يبيعونه للمجتمع الأمريكي كقهوة سوداء اللي هي البلاك كافي. لاحظوا شو بسويكم الآن، ناخذ هذا من الأشخاص اللي حللت شخصيته أو حللت عاداته. وش سوى؟ راح تجول في شوارع إيطاليا وبدأ يناظر وش اللي حاصل. بدأ يشوف الناس ماسكين الأكواب صغيرة وقاعدين برا المحل. أها هذا مو عندنا في أمريكا، شوفوا مو عندنا في أمريكا. دخل شوي صار شاف ناس قهوة مع حليب يسمونه لاتيه. هذا مو عندنا في أمريكا. هذا السؤالات البسيطة، الفضول البسيط. دخل شاف ناس قاعدين على كراسي وفي جو عام من القهوة والعبق وصوت أصوات موسيقى. قال هذا كله مو عندنا في أمريكا. رجع إلى أمريكا قال لي أصحاب الشركة، قال لهم وش رايكم نسوي كذا؟ قال لا 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 لا، ترى احنا ناجحين وحنا ترى عندنا قوة في السوق، ما لها داعي نتوسع في شيء ما نعرفه. هو أصر على رأيه فغامر وترك الشركة وراح أسس له كافي خاص فيه. كابي من إيطاليا، إسبريسو لاتيه كابتشينو، وحطه عنده في المحل. بدأ الناس يشعرون بالفرق، هنا بلاك وهنا أنواع مختلفة. تطور الرجل صار فرعين. راح عند شركة ستاربكس اللي كان يشتغل فيها قال أنا بشتري من عندكم الاسم. فعلا كانت الخطوة أن اشترى الاسم وأصبحت ستاربكس لها كم فرع في العالم؟ بالآلاف، تقريبا 36,000 أو أكثر من فروعها في كل مكان في العالم. حتى هي نموذج للعولمة الأمريكية، للهيمنة الأمريكية، القوة الناعمة الأمريكية. ماكدونالدز، ستاربكس، بيبسي، كاكولا، هذا واحد من أجزاها. متى بدأت بفضول؟ ومتى بدأ الفضول؟ كم عمره؟ 51 سنة. تفضل أستاذي، وين المايك؟ محمد أخوي محمد لو تكرمت. اسمحوا لي نوع من البر بالأب والدي. أرفع صوتك لو تكرمت. إيه شغاله بس قرب المايك. والدي رحمه الله لما تقاعد كان يعمل في البناء، كان عمره 75 عاما. ما شاء الله. بدأ بحفظ القرآن. طبعا على 75 الناس تبدأ تفقد الذاكرة. صحيح صحيح. حفظه في 5 سنوات. ما شاء الله تبارك. ثم كف بصره وأبقى له الله القرآن حتى توفي وعن عمر 90 سنة. الله يغفر له ويرحمه. تحية له يا جماعة. شكرا لك. وغفر الله له وجمعنا وإياه في جنات النعيم. هذا النموذج يا جماعة في عملية الإنسان أن ينطلق متأخرا ربما ولكن يحقق إنجاز جميل. هذا النماذج أليست مقنعة لكم؟ اللي عمره 30 يقول خلاص راحت عليه، اللي عمره 20 وراحت عليه، اللي عمره 50 إن شاء الله ما في معنا أحد، 60 حتى لو موجود 60 70، ذكر أستاذي هنا 70 وبدأ يحفظ القرآن، سوى له إنجاز في الحياة جميل. هذا هو المعنى اللي أبحث عنه اللي هو الحماس. لابد أن الحماس لا يتوقف منك أبدا، وهذه من عادات المبدعين عبر التاريخ. أحسنتي، العمر مجرد رقم. من يختار أن يتوقف عند هذا الرقم هو الإنسان الخاسر تماما. أحسنتم. النقطة اللي هنا أنا أعذروني شوي بأمشي لأن ودي أخلص لكم هذا النموذج. خلصنا أول حرف سي R E، الآن الحرف الرابع اللي هو الـ A، Adventure، المغامرة. اتفقنا سابقا على أن عنصر الحماس ضروري جدا يساعدك على الانطلاق، وفي أمثلة كثيرة جدا في الحماس، ولكن الوقت أزف الآن، ما بقي إلا تقريبا ثلث ساعة أو أقل. فبالتالي اقرأوا في هذا العنصر، ستجدون آلاف من القصص الجميلة لمن أشخاص بدأوا حياتهم بطريقة غريبة جدا. يعني أشهرهم شخصية بريطانية كانت عايدة بالقطار وقد طلقت من زوجها ومعها طفلة صغيرة،
هي عايدة بالقطار تتلفت حولها وهي خالية الوفاض لا تملك شيء من الدنيا. في القطار مسكت قلم وورقة كانت بيدها بدأت تكتب تتخيل خيالاتها الشغف الأولى اللي كانت وهي طفلة، القصص الغريبة، القصص التنين، قصص الحيوانات الغريبة والسحرة. وضعتها الأفكار حطتها على الورق. أحسنتي، اسمعوا الفكرة كيف تكونت معها. هذه المرأة راحت إلى ستوكلاند إلى مكان مسقط رأسها إلى أدنبرا بالتحديد، وأخذت تفرغ اللي موجود في ذهنها من خيالات تحط على الورق. فضلت مكان كافي في أدنبرا اسمه إليفنت الفيلة، تقعد في هالكافي لأن غرفتها غير دافئة، وبالتالي هنا هذه الكافي هي مصدر الإلهام بالنسبة لها. تكتب 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 حتى انتهت من الرواية. راحت إلى أول دار نشر وهي تعتقد أن الحظ سيبتسم لها أخيرا بعد الطلاق وبعض الأزمات وبعد اليأس والألم اللي كانت تعانيه. دار النشر شاف الرواية وشاف العنوان، لا لا لا، الناس تركوا هالروايات، هذه الرواية فانتازي عبارة عن خيال، الناس ما يقرونها. ثاني الثالث، ثالثة ثابتة عندنا صح؟ ثقافيا عندنا أنه لا تحاول إلا للمرة الثالثة، إذا ما صلحت ترى مين مكتوبة لك صح؟ ثقافيا عندنا نحن كسعوديين ثقافيا الثالثة ثابتة، لذلك إذا دورت هذا ضيع وقت. هي حاولت 10 مرات في دور نشر لم تفقد الأمل أن يجعلها تحاول. راحت للدار 11 بعد الفشل الكبير اللي مر عليها بدور النشر. هذا كان مؤدب جدا، قال خليها عندنا، طيب خلينا بنقراها، نوع من التصريفة. جت بنت عمرها 11 سنة الحمد لله أنها ما زالت فضولية، أخذت الرواية وبدأت تقرأ فيها، أعجبتها الرواية، طلبت والدها الجزء الثاني، قال هذه بس، قال لا هذه جميلة جدا، وين الجزء الثاني؟ راح كلمها قال تعالي شوف احنا بنطبع الرواية بس بشرط اسمك ما نحطه في الرواية لأنك امرأة. هذا أيام التسعينيات في بريطانيا يستحون أو يقولون اسم المرأة لن يسوق للرواية، فبالتالي خلونا نسميه جي كي رولينج، اسم ما حد يدري هل هو رجال ولا حرمة. طبعوا الرواية، أول ما طبعت الرواية بدأت تنتشر تنتشر كالنار في الهشيم، تحولت الرواية إلى شيء أسطوري على مستوى العالم وعلى مستوى بريطانيا، صارت مثل البيج بن لبريطانيا. هاري بورتر الشخصية هذه السبع روايات تقريبا 7 أجزاء وسبعة أفلام تقريبا تحولت إلى أحد المعالم السياحية في بريطانيا، لأنه تحولوها إلى بزنس. محطات القطار يجيبون الناس طوابير عشان يصورون بالوشاح اللي يبيعونه في المحل. المرأة هذه الفقيرة المدقعة صارت أغنى امرأة في بريطانيا بثروة مليار جنيه استرليني، أغنى من الملكة. ليش؟ تركيز، حماس، صبر، طولة بال. شخص كاتب آخر 35 دار نشر رفضوه، أكثر منها. واحد كاتب أمريكي ستيفن ناسي اسمه الثاني، عنده كاتب بيعت بعد النجاح بيعت رواياته بمجموع 350 مليون نسخة. ليش؟ لأنه ما يأس، ما توقف. ذلك الأخوان والأخوات اللي كانوا يقولون والله ما لقينا دعم، ما حد يدعم، ما حد يشجع، لا ترى هذول في ناس قبلكم، ترى في ناس جتهم تهزيئات، جتهم نوع من التبكيت، نوع من القمع، وما زال مستمر. تفضل أستاذي، تفضل، وين المايك؟ السلام عليكم. أولا أرفع صوتك لو تخاف. رجل في صعيد مصر أتى ابنه من الأزهر من القاهرة فألقى خطبة يوم الجمعة، فبكى الشيخ. بعد الخطبة سأل واحد الحاضرين أبكيت خشية من الخطبة؟ قال لا، الخطبة تبكي ولكن لم أبكي لذلك. قال وما أبكاك؟ قال عمري 50 سنة ولا أعرف أقرأ ولا أكتب. فانطلق بعد الخطبة، ركب جحشه إلى القاهرة، فلما وصل قال أين الأزعر؟ قال يا رجل أي أزعر؟ الأزهر. دخل الأزهر وعمره 50 سنة
وصل عمره 55 سنة تعلم القراءة والكتابة، فلما وصل عمره 90 سنة صار شيخا للأزهر. يا سلام. وإذا كان نفوس كبارا تعبت، وإذا كانت نفوس كبارا تعبت في مرادها الإسلام. من هو الشخص هذا؟ والله لا أعرف اسمه، ولكن هذه قصة يحكيها الشيخ النابلسي. شكرا. أنا أعجب أيضا بأسلوبك الجميل في الإلقاء. شكرا لك. بارك الله فيك. تحية لا يا جماعة. ذلك هذه الأمثلة جميعا تعطيك الحماس الكامل أنه في أمل، في فرصة لك، ما زالك تنتظر، موجود على الرف، ما زال الفراغ اللي الإطار اللي تحط فيه صورتك مع قائمة الرائعين في التاريخ موجودة الآن، بس يبي لها صبر، يبي لها طولة بال، يبي لها 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، ستأتيك الفرصة بعد ذلك. طيب العنصر الآخر اللي هو الأدفانشر، قلنا أخرج من منطقة الراحة، تريد الإبداع، تريد أن تعطى الفرصة. يا حبيبي جاتك فرص كثيرة جدا ولا جاك القبول من الناس، ولا جاتك الثروة اللي تبحث عنها. الحل ما هو؟ غامر، اخرج من الصندوق، جرب الخوف اللي انت خاف من جربه، قل لنفسك ماذا بعد، انا لو سويت هذا الشيء ماذا سيكون مصيري. الخوف اللي خليك تقول انا والله انا عندي مجموعة افكار، عندي افكار البزنس، عندي كذا، بس انا خايف من راتبي. هنا اللحظة هذه خوف، بس في ناس تخطوا هذا الخوف، لأن إشكالية وشي هو مدرس وإمام مسجد ومأذون أنكحة وعنده تاجر أراضي وتاجر أسهم، وين كل شيء قاعد يسويه؟ وين نقاط القوة عنده؟ ما ندري. وين إسهاماته للبشرية؟ ما ندري. كل شيء ضايع عنده. الحل ما هو؟ ركز على شيء معين، وربما هذا الشيء لو غامرت وخليته شيء محدد هو مشروع حياتك سيكون هو المصير الجميل لك أو لك. فأخرج من منطقة الراحة. كيف؟ جرب شيئا مختلفا، حاول أنك تكسر حاجز الخوف لديك بتمارين يومية. تقول لنفسك أنا ليه أخاف من هذا الشيء؟ ليش أنا ما أكل هذا الأكل؟ ليش كذا؟ أنا ليش أخاف؟ أخواتي ليش أخاف من الصرصور؟ هذا سؤال طبيعي، الرجال يسخرون من هالخوف. بذلك الحل جرب الليلة أن تكون أكثر جرأة في قتل هذا الكائن. هذه اللحظة فعلا الحاسمة في تخطي المألوف والخوف اللي نعاني منه. الرجال نفس القضية. لا ماني قايل. طيب هذا تمرين أبيكم تشاركون فيه، بس ننشطكم فيه قبل ما نمشي. أبيك الآن مع 10 أشخاص الصف اللي الآن موجودين حول بعض بالبازل المختلف. أنا عارف أن طاقتكم بدأت تنزل الآن، بدنا نجددها شوي. قوموا الآن يا جماعة ودور على أشخاص مختلفين معك، 10 ألوان مختلفة، معليش 10 ألوان مختلفة بسرعة. طيب انتوا سمعتوا الكلام ولا تأكدتوا؟ ما في 10 ألوان. طيب 6 ألوان مختلفة، في 6 ألوان، دوروا 6 ألوان. السؤال هو ايش؟ اسألوا بعض وش الأشياء اللي تخاف منها، اللي تكرهها، من خلال الجدول اللي موجود عند أمامكم. ترجعون الشاشة بس، اكتب أكثر الأشياء التي تكرهها من طعام وشراب وغيرها، حط القائمة. بعدين وش الأشياء اللي ممكن تتجاوز أنك تتصالح معها أو أنك تغامر أن تفعلها؟ طيب يا جماعة خلاص، من تتطوع من الأخوات تعطينا شيء تخاف منه وتسويه إن شاء الله مستقبلاً؟ تفضل أخت كريمة، هنا المايك هناك. الخوف. إخواني نسمع، الله يعطيكم العافية. الخوف من الوحدة، الفشل. زمان كنت أخاف من الحشرات لأني واجهتها في قرى
ما عاد صرت اخاف منك، كنت اخاف من الثعابين العناكب الدبابير كلها قابلتها في القرى اللي درست فيها، فصار عندي مناعه منها يعني لله. التعابين وهذه خلاص ممتاز. تحية لا يا جماعه شباب، في احد يعني له علاقه طيبه مع الثعابين؟ شنبات هنا في الاخت الكريمه، تخطيتي مرحله الصراصير الله يكرمكم ما شاء الله ما شاء الله. تفضل اختي. السلام عليكم. سلام. انا طبعا اخاف من شيء اسمه صوت مويه. ارفعي الله يخليك. انا اخاف من شيء اسمه مويه، مره عندي فوبيا مويه. من ايش؟ المويه. من المويه. ايوه كبحر كسباحه ايوه، بس باذن الله يعني مصره اني اتعلم السباحه وسجلت جدا. تحيه لها يا جماعه، ضروري جدا اكسري هذا الخوف. الاخوان في خوف معين ما زال يسيطر عليك؟ في واحد مخطط تسويه؟ خلينا نسمع اشخاص جدد للشباب الله يعطيهم العافيه دائما يشاركون، نبي ناس عندهم شجاعة يعطونا. تفضل أستاذي ما في غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التجربة سببها الوالد رحمة الله عليه. خواتي نسمع الله عافيكم. أخذني صغيرا ورماني في الماء في البحر في مدينة حقل، بقي معي الخوف من البحر إلى أن وفقت أنا ومجموعة الزملاء في رحلة يعني فركبت معهم السفينة وبفضل الله ذهب. يعني اللحظة ذيك الخوف استمر معي أكثر من 45 عاما. يا ساتر يا ساتر. يعني ما أستطيع أن أصل البحر أو السفن أو كذا بسبب المرة السابقة. وكسرت قبل فترة قريبة. أحد الزملاء جزاه الله خير أجبرني على ركوب السفينة وبفضل الله سبحانه وتعالى ذهب. يا سلام. تحية لا يا جماعة، شكرا لكم. طيب عشان عنصر الوقت يا جماعة، بس هذا تمرين سووه دائما، هذه من العادات الإيجابية لترسيخ عادات الإبداع. ما في أي إنجاز شوفونه في حياتنا الآن في هذه القاعة مثلاً بس إلا بمغامرة، ما في أي إنجاز. يعني مثلاً هذه الشاشة، عندما فكر صاحب فكرة الشاشة هذه انصدم بعملية إنه ما تجي شاشة بهذا الشكل، ولكن فيها مغامرة لأنه جرب وجرب وجرب واجتمع مع ناس آخرين وعطوا أفكار وخسر واحترقت وطلعت هالشاشة. بالتالي لابد يكون عندك في إحساسك في تكوينك إن في عندي محاولات خاطئة. إحنا نحفظ عن أديسون إن 2000 محاولة فاشلة. أنا قريت كتاب لمايكل جول، نفس الكاتب اللي قلت لكم عنه، كاتب كتاب كامل عن أديسون يقول كيف تبتكر كأديسون، وحاط خصائص الابتكار عند أديسون. دوروا على هالكتاب، موجود في دار جداول في الانترنت، انصحكم فيه. الكتاب الاول وشو؟ كيف تفكر مثل دافنشي وكيف تخترع او تبتكر مثل اديسون. يقول اديسون حاول 40,000 محاوله لاختراع البطاريه القلويه، اللي هي بطاريات الجوالات، بطاريات السيارات، بطاريات الاجهزه المختلفه. 40,000 مره كان يحاول. بالتالي لا تحط إن في مرة محاولة فشلت فيها معناها أني أنا سأفشل، لابد أن تغامر كثيرا. طيب أنا أعتقد أن الطاقة الآن وصلت إلى حدها الأقصى في التحمل. ممنون جدا إخواني أخواتي لكم. الدورة باقي فيها النص تقريبا، والدورة أطول بكثير من هذا الشيء. أنا أقدمها عادة في 5 أيام، ولكن أنا اختصرتها جدا حتى نعطيكم بس عبارة عن علامات جميلة في حياتكم تكون هي جزء من الإبداع. الأخوانا بس أطلب منهم تحطون الشريحة اللي فيها رقم الاتصال والتويتر، من أحب يتواصل معي أنا أكون سعيد جدا من خلال الاتصال أو الواتساب. وأيضا تويتر مفتوح أمامكم للتواصل السريع وأيضا معرفة البرامج القادمة. أنا عندي برنامج نفس هذا البرنامج سأقدمه ب5 أيام، الفكرة إيش؟ أن تحول الخيال إلى المال. من خلال 5 أيام سنتعاون أن نرسخ العقلية الإبداعية ثم العقلية الابتكارية حتى نخرج بالمنتج النهائي. فالشباب يحطون أرقام التواصل، حساب تويتر تحطها في الصفحة الأخيرة لو تكرمت. في الرياض أونلاين، قد تكون إن شاء الله مرحلة قادمة بحول الله. بيحطون الشباب الشريحة الأخيرة. وأشكركم جداً إخواني أخواتي، تحية لكم على الصبر والتحمل اللي حملتكم إياه طوال الدورة. تفضلي. سأحاول أني أحطها بطريقة ما في تويتر، لأن بعضها حقوق لي أخذت من فترة معينة فخسرت بعض الحقوق.
فبالتالي سأحاول أبحث عن طريقة حتى أجعلكم النموذج أو الأفكار الرئيسية موجودة في صفحة تويتر من خلال رابط إن شاء الله. طيب وين الرقم حطيتوه يا شباب؟ أيوة هذا تويتر اللي هو سعيد HTMT SAEED HTMT هذا حسابي في تويتر. وأيضا رقم الجوال كتبتوه، من يرسل على واتساب سأكون سعيد جدا بذلك. وأي تواصل 0563654555 0563654555 شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.